تفضل ومساءكم بكل خير مشاهدينا الافاضل، اهلا بكم جميعا الى عدد جديد من فضائكم الاخباري ما بعد المنتصف وتتابعون فيه. المستهل بالشان الدولي واخر مستجدات الوضع ميدانيا وانسانيا في قطاع غزه، مع تواصل سقوط الشهداء والجرحى والعمليات النوعيه للمقاومه الفلسطينيه ضد الكيان الصهيوني. الى ذلك حديثنا اليوم عن دورات تكوينيه في مجال تربيه الجمبري في المياه العذبه، ثم دعم صندوق التعاون الفلاحي لحملة الحصاد والدرس وآليات المرافقة للوقاية من الكوارث الطبيعية. نختم فضاءنا الإخباري بالحديث عن انطلاق الإحصاء العام للفلاحة لجمع كل المعطيات الخاصة بالقطاع الفلاحي ضمانا للتنمية المستدامة ودعما للإجراءات المرافقة لتعزيز الزراعة الاستراتيجية في الجزائر. كل هذه المحاور بتفاصيلها بعد متابعة النشرة المحلية في تقديمها زميل نور الدين رابية. مشاهدينا سعد اوقاتكم، اهلا بكم الى هذه النشره المحليه. والبدايه من ولايه ميلا، حيث استفادت ثلاث قرى نائيه جبليه ببلديه تسدان حداده من عمليه الربط بشبكه الغاز الطبيعي لفائده 800 عائله. تفاصيل الموضوع نتابعها مع سعيد بلحس. في هذه المنطقة النائية الجبلية الريفية المترامية الأطراف والتي لم تزورها أي كاميرا تلفزيونية من قبل، كاميرا التلفزيون الجزائري تنتقل إلى أعالي جبال وأرياف بلدية تسدان حدادة بولاية ميلا لتقف على مجهودات الدولة في إيصال الغاز الطبيعي لساكنة ثلاث قرى والتي ظل سكانها وإلى وقت قريب يحلمون في ظل تلك البيئة الباردة جدا بجلب قارورة غاز تقيهم من البرد والقر. نتينو 60 وحنا ينسناو في هذه تسمى في الغاز هذا، والبرد والشتا هنايا داير حاله في وقت جانفي وفي فيفري هكذا يكون الثلج علينا وما نقدروش حتى نخرجوا. دي فوات واحد الوقت حتى جابوا لنا الماكله في الكوبتير باسكو الثلج كاين بزاف. كنا نمشيو واحد 7 كيلو باش نجيبوا القرعه تاع الغاز، وكاين الناس الله غالب ما عندهمش طوموبيلات يجيبوا على الحمار حاشاك. إذن غاز المدينة يحل ضيفا على 748 عائلة بهذه القرى التي ودعت قارورة الغاز وإلى الأبد. كنا نقلوا الماء ونقلوا الحطاب واليوم الحمد لله. بكري كنا جيب الحطاب جيب الغاز وشري الفرنو ودير هذيك، حنار نلقاو الغاز حنار ما كاينش، حنار نجيبوا الحطب حنار ما نلقاوش، بصح اليوم الحمد لله الدولة راهي واقفة. في ولاية ميلا ما راناش نسموه الغاز، يسموه غاز المدينة، وما راناش نسمو غاز الريف، رانا نسموه غاز الجبال. وراكم تشوفوا مورايا العلو اللي رانا واصلين فيه الغاز وين وصل، وهذا هو مجهود الدولة وهذه هي الجزائر الجديدة. للعلم فإن ولاية ميلا تعتبر ولاية ريفية وجبلية بامتياز، وقد بلغت نسبة الربط بغاز المدينة 71.88%. وقصد فك العزلة عن المناطق المعزولة بولاية تجورت، استفاد سكان بلديتي الحجيرة والعليا استفادوا من الربط بالكهرباء في إطار البرنامج المسطل لإيصال الطاقة لكل سكان المنطقة. تقول مختارية بن مريم. تجسيدا للمشاريع المتعلقة بربط المناطق المعزولة بالطاقة، تتواصل أشغال إنجاز شبكة كهربائية تفوق 5 كيلومتر في بلدية العالية بدائرة الحجيرة ولاية تجرت، وهذا ما سيفك العزلة عن هذه المنطقة. دار كامل بالكهرباء بالأعمدة الكهربائية العدادات، الحمد لله والله لا رحمة ربي الحمد لله. الحمد لله نقولوا نسبة المشروع الحمد لله مادامها وجاء المقاول وجات السلطات بشرونا إن شاء الله بالخير. بمجموع 10 كيلومتر للبلديتين، وهذا ما يسمح برفع نسبة التغطية بالكهرباء للبلديتين إلى ما يفوق 95%. هذا البرنامج الذي عرف ربط عدة أحياء ببلدية الحجيرة والعالية مسى 180 مسكنا، والذي سيسهم في مضاعفة التموين بهذه المادة الحيوية، فيما تتواصل الأشغال ببلدية العالية ما سيمكن المواطن من قضاء فصل الصيف في أريحية. قمنا بربط
ثمان مناطق معزولة بالكهرباء، وما يزيد عن أين استفادت 660 عائلة بهذه المادة الحيوية قبل فترة الصيف، حسبا للفترة الصيفية بإنجاز ما يزيد طوله عن 23 كيلومتر للشبكة الكهربائية من أجل جودة ونوعية الخدمة في الفترة الصيفية. ربط المناطق المعزولة بالكهرباء يعد من أولويات سونالغاز والسلطات المحلية للدفع بالتنمية المحلية بالولاية، وكذا رفع نسبة التموين بالطاقة. تشهد الحاضرة السكنية لولاية الجلفاء تطورا ملحوظا بعد انطلاق عدة مشاريع سكنية من مختلف الصيغ والبرامج، وذلك أقول لتسلم بذلك إلى مستحقها بعد انتهاء من عملية التهيئة الخارجية وربطها بمختلف الشبكات، وهو ما تعكف عليه السلطات المحلية للولاية باحترام أجال التسليم والصرامة في الإنجاز. تفاصيل الموضوع نتابعها مع محمد شوقي بونيف. بلدية الجلفة واحدة من البلديات التي يكثر بها الطلب عن السكن، أمر تطلب تجسيد مشاريع سكنية كهذه الوحدات بمختلف السياق والبرامج التي قاربت نسب الأشغال بها على الانتهاء لتسلم قريبا. ولاية الجلفة رانا نحضروا إلى ربما من أكبر الحصص اللي عرفتها أن 3130 وحدة سكنية في الإطار البرنامج السكني الإيجاري العمومي يعني السوسيال. عندنا أيضا 150 سكن بصيغة عدل، عندنا 140 سكن بصيغة الترقوي المدعم، يضاف إلى ذلك برنامج كبير وكبير جدا اللي هو 15,000 إعانة في إطار السكن الريفي، وهذا تحسبا للعملية الضخمة التي توزيع السكنات التي سوف نقوم بها في إطار الاحتفال بخمسة جويلية. احترام أجال التسليم الصرامة في الإنجاز، بالإضافة إلى تهيئة جميع الأحياء السكنية وربطها بكل الشبكات ليتصدر برنامج التجزئات الاجتماعية الصياغة بأكثر من 5,000 قطعة. بالنسبة للسكنات ذات الصياغة الاجتماعية اللي هي التجزئات الاجتماعية، انتهينا من كقطاع يعني التعمير والبناء، انتهينا من دراسة الرخص التجزئة لهذه التجزئات ووزعت عبر يعني كافة البلديات. تم إيداع دفتر الشروط لتهيئة هذه التجزئات. المبالغ المرصدة موجودة والحمد لله، يعني أكثر من 150 مليار سنتيم رصد لهذه العملية لتهيئة، اللي هي فتح المسالك والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب. لتبقى عملية بناء الوحدات السكنية مستمرة بكل السياغ والبرامج، وتهيئة الأحياء التي ستسلم متواصلة لتلبي كل احتياجات الساكنة وتحقق آمال المواطنين بولاية الجلفة. ختاما وترسيخا للذاكرة والتاريخ الحافل بالبطولات في أوساط ناشئة نظمت بمتوسطة الشهيد بنيطو بن بريكا ببلدية سيدي مخلوب بولاية الأغواط، نظمت احتفالية لتخليد مآثر الثورة والمقاومة الشعبية لدى تلاميذ المدارس، إلى جانب ذلك تكريم عدد من المتفوقين وعرض فني قدمته فرقة إنشادية محلية نالت عدة جوائز وطنية. يقول فؤاد حمادي. ترسيخا للذاكرة الوطنية لدى الناشئة والأجيال تكمن أهمية ربط المتعلمين داخل المدارس التربوية بتاريخ الأمة ونضالاتها. متوسطة الشهيد بن بريكا بنيطو بسيدي مخلوف بولاية الأغواط نظمت أبواب مفتوحة حول الذاكرة في تظاهرة متنوعة حول أحداث مجزرة 8 ماي ويوم العلم. درسنا في مادة التاريخ عن الثورة التحريرية وتأثرنا كثيرا بما قامت به فرنسا الاستعمارية ضد شعب الجزائر، ونحن كجيل استقلال لابد أن نهتم بتاريخنا ونسترجع حقوق من ضحى على البلاد. وتحيا الجزائر. سيدي مخلوف تحتوي على الكثير من التراث والتقاليد وأيضا قامات. احتفالية تخللتها تكريمات للمتفوقين في عديد من التظاهرات الفنية والدراسية. ترسيخا للذاكرة بالنسبة للتلاميذ، تشجيعا لهم
لدراسة التاريخ والاستفادة من تضحيات شهدائنا الأبطال. الأميد هم يعني بزيهم الأنيق كما تلاحظون هم الذين يعني يمثلون التراث، وخاصة أن بلدية سيدي مخلوف هذه منطقة أبلوا سكانها بلاء حسنا في مواجهة الاستعمار والذود عن الوطن. إحياء المناسبات الوطنية في المؤسسات التربوية تقليد أصيل في ربط الناشئة بالإرث التاريخي الوطني. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. برامجنا مستمرة، في أمان الله. تجسيد البرامج التنموية صلب اهتمام المواطن. حصة في الميدان وقفت على واقع التنمية بولاية سطيف. هياكل خدماتية دخلت حيز الخدمة في انتظار استلام هياكل ومرافق عمومية أخرى. كما عرفت سطيف تنمية في قطاعي الفلاحة والصناعة بعد رفع العراقيل ومرافقة المستثمرين. واقع التنمية بولاية سطيف في الميدان، الثلاثاء عند 6:50 على القناة 3 الإخبارية. بموقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والتقوية تحتل عين صالح مكانة هامة جعلت منها نقطة وصل بين مناطق الشمال وأقصى الجنوب. خنشلة تستعيد حيويتها التنموية بفضل البرامج والمشاريع المخصصة لهذه الولاية التاريخية والاقتصادية. تحتل ولاية سطيف الريادة في مجال الاستثمارات الصناعية والمشاريع الخلاقة للثروة، ما يجعلها ولاية بطابع اقتصادي متفرد. بمخزونها الطاقوي وثروتها الطبيعية تشهد ولاية الأغواط تنمية اقتصادية تساهم أيما إسهام في التنمية الوطنية. على غرار ولايات الوطن، ولاية شلف تحقق وثبة فلاحية وصناعية بفضل المشاريع المجسدة ضمن البرامج الوطنية المسطرة. التنمية تشق طريقها نحو إليزي، هذه الولاية الواعدة في مجال الاستثمار والمشاريع الكبرى في شتى المجالات. ميناء جنجل وأهميته في تعزيز الحركية الاقتصادية بجيجل عامل يشكل ركيزة حقيقية في تفعيل عمل المنطقة الصناعية ببلارة والعديد من المؤسسات الصناعية عبر الوطن. الوادي القطب الفلاحي والصناعي بامتياز تسعى إلى تحقيق المزيد من المشاريع وتنويعها إلى مجالات مختلفة. بموروثها التاريخي والحضاري تسجل المزيد من المشاريع الفلاحية والتنموية وتتأهب لانطلاقة صناعية حقيقية. بالتلفزيون الجزائري مراسلكم أحمد بن مسعود من ولاية عين صالح. عبد الرحمن شباح مراسلكم من ولاية خنشلة. من ولاية الأغواط فؤاد حماني بالتلفزيون الجزائري. من ولاية سطيف راسلكم السعيد بلونيس. راسلكم إبراهيم بالخير من ولاية إليزي. عبد الرحيم شمعومي مراسل التلفزيون الجزائري من ولاية جيجل. محمد العيد لبيهي من ولاية الوادي للتلفزيون الجزائري. من ولاية عامة راسلكم عبد المجيب شادلي. كريمة لشمط التلفزيون الجزائري مراسلتكم من ولاية شلفا. ما
هي أنواع الفيروسات التنفسية التي تعيشها اليوم الجزائر؟ وما هي العوامل التي تتسبب في ارتفاعها؟ وما هي طرق الوقاية التي يجب أن يتوخاها المواطن حماية لصحته؟ هي محاور وأخرى سنناقشها في عدد هذا الأسبوع. شريان الصحة، الأربعاء عند 6:50 على القناة 3 الإخبارية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. وقبل الاستفاضة في مستجدات الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة، أرسل رئيس الجمهورية أو بعث رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر إثر وفاة الرئيس الإيراني المرحوم إبراهيم رئيسي، والذي وصفه سيد الرئيس في هذه المحنة بأنه فقد أخا وشريكا جمعتهما خدمة أواصر الأخوة والتعاون والتضامن بين بلدينا، نصرة للقضايا العادلة في أمتنا الإسلامية. للاستفاضة نسعد كثيرا باستقبال البروفيسور أحمد بالقاسم، أستاذ في القانون الدولي. بروفيسور بالقاسم، مرحبا وشكرا على قبول الدعوة. شكرا لكم وعلى هذه القناة التي استضافتني عدة مرات. أهلا وسهلا بك. كما نسعد أيضا باستقبال الزميل الإعلامي نور الدين عراب، أهلا وسهلا بك وشكرا على قبول الدعوة. شكرا على هذه الضيافة. أبدأ معك بروفيسور بالقاسم بالحديث عن فحوى هذه الرسالة، رسالة التعزية التي بعث بها رئيس الجمهورية إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما. مضمون هذه الرسالة والتي تؤكد بالتأكيد دائما على التضامن المطلق للجزائر مع إيران في هذه المحنة. نعم، لقد شهد العالم هذه الفاجعة الكبيرة التي ألمت بالعالم الإسلامي وبالشعب الإيراني في موت الرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة في الحدود ما بين إيران وأذربيجان، أين تم كان تدشين سد كبير بين الدولتين، وفي رجوعه وقعت هذه الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الرئيس الإيراني وكذلك وزير خارجيته وجمع من المرافقين لهم. وبهذه المناسبة نتقدم بتعازينا الخالصة للشعب الإيراني في موت وفقدان هذا الرئيس الذي كان يسعى إلى السلام في الشرق الأوسط، وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بهذه المنطقة من كما هو معروف الحرب الضروس التي يقودها الكيان على قطاع غزة. ويعني تعازينا الخالصة وكذلك يعني تعازي رئيس الجمهورية السيد تبون للشعب الإيراني في هذه المحنة التي يمر بها الآن. زميل الإعلامي نور الدين عراب، برأيك ما هي تداعيات غياب أو مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في وقت واحد وفي ظرف حساس كما قال البروفيسور بالقاسم في ظل حرب غزة المستمر؟ نعم، هذا الحادث المأساوي جاء في ظرف عصيب تمر به الأمة العربية والإسلامية، في ظرف يتميز بالعدوان الصهيوني المتواصل على غزة، في ظرف فقدت الأمة العربية والإسلامية عامة يعني الرئيس الإيراني ووزير خارجيته وباقي المرافقين. معروف عن إيران يعني تقوم بدعم المقاومة الفلسطينية في هذا الصراع أو في هذا العدوان المتواصل، كانت لها بصمتها في هذا الصراع. أيضا إيران معروفة بتواجدها ودعمها للقضايا العادلة بصفة عامة، وبذلك فقدان الرئيس الإيراني ومرافقه في هذه الحادثة الأليمة يعني هو حادث مأساوي وله تداعيات على الصراع على هذا على المشهد السياسي المشهد السياسي
والمشهد بصفة عامة في الشرق الأوسط عامة. بروفيسور بلقاسم، ونحن ندخل اليوم 27 بعد 200 من تواصل العدوان الصهيوني المجرم على قطاع غزة، اشتباكات ضارية في جباليا والاحتلال يتوسع أكثر في دير البلح وأيضا رفح، كل هذه الاعتداءات والانتهاكات أمام تخاذل غير مسبوق من الدول الداعمة له وأمام مرأى العالم. نعم، مع الأسف الشديد لا زال الكيان الصهيوني يواصل حرب الإبادة في حق الشعب الفلسطيني رغم صدور قرارين أساسيين نذكرهما. القرار الأول هو الأمر الصادر عن المحكمة العدل الدولية في تاريخ 26 جانفي والقاضي بتوقيف الحرب في قطاع غزة خاصة ضد السكان المدنيين العزل، وكذلك أيضا فتح وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ورغم ذلك واصلت هذه الإدارة الصهيونية حربها. وأيضا القرار الثاني الصادر عن مجلس الأمن كونسيل سيكوريتي بتاريخ 25 مارس الماضي والقاضي أيضا بتوقيف الحرب ولو مؤقتا في انتظار التوقيف النهائي والشامل لهذه الحرب الإجرامية والوحشية والهمجية التي يقودها هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. رغم صدور هذين القرارين عن أعلى المؤسسات الدولية في هذا المجال ورغم ذلك وصل الكيان حربه الإبادة، حرب الإبادة على قطاع غزة. والآن كل القوات العسكرية متمركزة قرب مدينة رفح وهي القريبة من الحدود المصرية. وطبعا رئيس الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين لم يتوقفوا ولا زالوا يواصلون هذه الحرب العدوانية الإبادية لحد الآن، وطبعا مع الحدود المصرية وكل الخوف ربما قد يؤدي إلى اصطدام ما بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية المتمركزة. والهدف طبعا من إسرائيل هو دفع السكان الفلسطينيين إلى الولوج عبر معبر رفح في اتجاه سيناء، وطبعا الدولة المصرية ترفض رفضا قاطعا لأنها تعلم أن هذه خطة لإفراغ القطاع من السكان الفلسطينيين من القطاع ودحرهم نحو صحراء سيناء. نعم زميل عراب، يعني ونحن نقترب من النصف الثاني من الشهر الثامن من هذا العدوان الهمجي المستمر أو من هذه الحرب، حرب الإبادة غير المسبوقة في قطاع غزة، نقرأ اليوم تصريحات لوزير الدفاع الكيان الصهيوني والذي يقول فيها أنه هناك عزم متجدد لتوسيع عملية رفح رغم كل التنديدات. إلى ماذا، على ماذا يراهن الكيان الصهيوني يعني بهذه العمليات في رفح؟ نعم، يعني تصريحات وزير الدفاع ما هي إلا مجرد أوهام، مجرد تصريحات إعلامية موجهة للجبهة الداخلية الصهيونية. لاحظنا كيف أنه الكيان الصهيوني منذ يعني كما تحدث 8 أشهر لا يزال يراوح مكانه. ما هي الإنجازات التي حققها فعلا؟ الإنجازات التي حققها هو أنه قتل الشعب الفلسطيني، قتل المدنيين، قتل النساء والأطفال، دمر البنية التحتية، جعل غزة غير صالحة للحياة. فعلا هذا ما قام به. لكن في واقع الحال المقاومة لا تزال صامدة، لا تزال في قوتها لحد الساعة رغم مرور هذا الوقت الطويل. نفس الشيء يعني لاحظنا مؤخرا في جباليا وحتى في
في رفح، كيف أن المقاومة الفلسطينية وكأنها بدأت وكأن هذه هي البداية وكأنها انطلقت من جديد، عملية تبنت عدة عمليات ضد قوات الجيش الاحتلال. نعم. وبذلك يعني دخول أو تهديد وزير الدفاع الصهيوني بتوسيع العملية إلى رفح، ذكرتها المقاومة أكثر من مرة، لن تكون هذه العمليات نزهة لقواته، بل ستكون المقاومة ستتصدى. سنعود إلى هذه النقطة لاحقا زميل عراب. البروفيسور بالقاسم، في ظل كل ذلك هناك أيضا حراك آخر قانوني على مستوى محكمة العدل الدولية التي تقول أنها ستصدر، أو محكمة الجنائية الدولية التي تقول أنها ستصدر أوامر اعتقال بشأن مسؤولين صهاينة. كيف تقرؤون هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات؟ نعم، هذه يعني مبادرة قامت بها المحكمة الجنائية الدولية لاسيبي بطلب من الغرفة الابتدائية التمهيدية بإصدار أمر يقضي بتوقيف كل من الوزير الأول الكيان اللي هو نتنياهو ووزير دفاعه غالانت، وكذلك الغرابة أنه أيضا في حق عدد من قادة المقاومة الإسلامية حماس، وكأنها المحكمة تساوي ما بين الجلاد والضحية. نعم. وهذا طبعا شيء يعني غريب يعني في أبجديات القضاء الدولي، كيف نسوي بين الجلاد وبين الضحية، اندر لو بورو الى فيكتيم، وهذا شيء يعني مفاجئ من قبل هذه المحكمة الجنائية. طبعا متابعة بناء على ارتكاب الكيان والمسؤولين الإسرائيليين جرائم حرب، كريم دوغر وجرائم ضد الإنسانية، كريم كونتيمانيتي. هذه المتابعة التي تنوي المحكمة الجنائية متابعة كل من المسؤولين الإسرائيل الصهاينة الكيان، وكذلك أيضا مسؤولي الحركة الإسلامية الفلسطينية حماس، وهذا يعني شيء مفاجئ. نعم، هذا التعاطي بازدواجية يعني. نعم، تفاجأنا صباح اليوم يعني لما قرأنا هذا الخبر، يعني إصدار أوامر بالقبض من طرف محكمة الجنايات الدولية لقادة الكيان الصهيوني رئيس الوزراء ووزير دفاعه، وفي نفس الوقت إصدار أوامر بالقبض لقادة المقاومة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس. يعني شيء مفاجئ أنه يتم المساواة بين الضحية والجلاد. يعني ما ارتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم بشعة يعني لم يشهد لها التاريخ المعاصر، جرائم يعني لا يتصورها العقل البشري، والدلائل كلها واضحة والعالم يشاهدها على المباشر، يشاهد هذه المجازر، لا تحتاج إلى دليل آخر. يعني بعد مدة تصدر محكمة الجنايات أوامر تساوي فيها بين الضحية الذي يدافع عن أرضه، الذي يدافع عن 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 وطنه، الذي يدافع عن عائلته، أن يدافع عن أسرته، وبين هذا الجلاد القاتل المجرم الذي دمر كل شيء في غزة. هذا 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 يؤكد مرة أخرى بأن المحكمة الجنايات الدولية وحتى محكمة العدل الدولية ما يصدر منها من قرارات أو من تدابير ما هي إلا بعد، يؤكد أن هذه الهيئات الدولية خاضعة للكيان الصهيوني، خاضعة لجهات أخرى ولا تصدر قراراتها بعدل وبمساواة. ونقولها هي لا تزال هذه الهيئات الدولية رهينة لجهات أخرى ولا تصدر أوامر بالعدل. يعني كنا حتى كما تفضل الأستاذ، محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير احترازية استعجالية ولكن لم تنفذ إلى غاية اليوم، حتى أنه عقدت يومي الخميس. نعم. والجمعة الماضيين يعني جلستين لاستماع لجنوب إفريقيا
والكيان الصهيوني. كنا ننتظر يعني أيضا صدور تدابير أخرى، ولكن نتساءل ما الفائدة من هذه التدابير إذا كانت لا تنفذ على أرض الواقع؟ هذا هو المفيد المطلوب، أن تنفذ، وإما لكن أن تبقى هذه القرارات مجرد حبر على ورق أو الكيان الصهيوني يضربها عرض الحائط فلا فائدة منها. وفي الوقت الذي كنا ننتظر هذه التدابير الخاصة بمحكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، اليوم نتفاجأ بطلبات التلويح بهذا التلويح محكمة الجنايات الدولية التي تساوي بين الجلادي والضحية. بروفيسور بالقاسم، هذا التلويح بأوامر الاعتقال ما لم يكن يعني منتظرا إحقاقا للمعاناة الفلسطينية ولكل الشواهد التي تؤكد هذه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، إلى أي مدى هي تؤكد هذه الخيبة أو خيبة الأمل من أحرار العالم ومن الشعب الفلسطيني بشأن هذه الهيئات الدولية وحتى المنظمات الإنسانية في هذا الوقت العصيب؟ نعم، هذا ما يدعونا إلى القول بمدى مصداقية هذه المؤسسات الدولية وعلى رأسها المحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فرقوا بين المؤسستين القضائيتين، وكذلك أيضا القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وهو أعلى هيئة في الأمم المتحدة وتتمثل أو يطلع بحفظ الأمن والسلم الدوليين، قراراته أصبحت لا تنفذ من قبل الكيان الصهيوني. وهذا يعني أمر يستدعي التساؤل عن مدى جدوى هيئة الأمم المتحدة واستعمال حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن هذا الحق وجد أصلا لحماية إسرائيل من أي متابعة أو محاسبة من قبل الهيئات القضائية والقانونية الدولية. وطبعا رغم كل هذا فنلاحظ أن هناك تغيير كبير في الرأي العام العالمي، لا سيما الغربي ولا سيما الأمريكي، وكل العالم لاحظ الاحتجاجات والمطالب التي قامت بها الجامعات، طلبت الجامعات الأمريكية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، والاعتصامات الكبيرة التي تشهد هذه الجامعات، والمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات سيادة، بل أن هذه العدوى قد انتقلت حتى إلى الجامعات الأوروبية، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الرأي العام العالمي أصبح يتفهم أكثر من أي وقت مضى الحق المشروع والشرعي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واضح، نعم واضح، يعني وضوح الشمس هذا الحق، ولا يتقبل أي عاقل بروفيسور بالقاسم ما يجري في القطاع ومعاناة الفلسطينيين الذين لا زالوا يتحدون العدوان والتجويع والتقتيل والتهجير. الزميل وسام أبو زيد مراسل تلفزيون الجزائر في غزة ينقل لنا مشاهد التحدي هناك من خلال رصد ونقل صورة أطفال غزة الذين ينتزعون التعليم من أنياب الحرب هناك. من بين خيام النازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أردنا أن نسلط الضوء على أحد الأساتذة الفلسطينيين الذي صنع من أحد الخيام فصلا دراسيا يقوم بتربية الأجيال ويقوم بتعليمهم في مستويات دنيا في محاولة منه للحفاظ على المسيرة التعليمية والحفاظ على القيم الاجتماعية رغم كل الدمار الذي طال المدارس هنا في القطاع. من باب المسؤولية المهنية كما قلت آنفا أن يجب علينا أن نهتم بهذا الجيل من التجهيل ومن الحرب يعني القائمة، لأننا نعرف أن الحرب مستمرة على قطاع غزة من جميع الجوانب وخصوصا الجانب التعليمي، فبدأنا في هذه المبادرة واستكملناها على مستوى يعني محاكاة العملية التعليمية برمتها على مستوى الطابور الصباحي، على مستوى الإذاعة المدرسية، على مستوى شرح الدروس طبعا بالتعلم باللعب. فالاحتلال الإسرائيلي دمر المئات من المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وهو ما يجبر الأطفال والأساتذة والمتعلمين أن يكملوا هذه المدرسة متأخرة وفي أثناء الحصة تنام وتترك كتبها. فهؤلاء الأطفال هم ينزحون في هذه المنطقة بدير البلح وسط القطاع
لكن منهم من فقد الأخ أو الأب أو الأم، ومنهم من هم جرحى. فهذه الطفلة فقدت 4 من أخواتها، ولكنها تصر على تكملة مسيرتها التعليمية. أنا فقدت 4 أخوات، فقدت عائلتي، ويعني بستجرع ذكريات أخواتي، وصوتهم بيجي في قلبي، وبتذكرهم بسرعة عيط، بعرف إيش أنا أعمل. رغم أنا كمان فقدت 4 أخوات، فالأستاذ يعني أخذ كمان طالب عشان يعلمنا ورجع لنا ذكرياتنا في المدرسة والعلم، وإنه نهتم بالعلم ونهتم بكل شيء زي ما كنا مهتمين بالعلم قبل. فمن مدرسة الحياة إلى مدرسة العدوان، هنا مدرسة فلسطينية جديدة تتعلم فيها الكثير من التحديات، يعلمها الأستاذ ويعلمها الطفل أيضا أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة ويحب التعليم ويحب أن يبقى على هذه الأرض مهما كانت التحديات. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. أستاذ عراب، كما قال زميلي وسام أبو زيد، من مدرسة الحياة إلى مدرسة العدوان، صورة تجسد هذا الصمود الأسطوري للفلسطينيين عن بكرة أبيهم. نعم، إضافة إلى ما جاء في هذا الشريط في الفيديو، نقول بأن غزة لم تهزم ولن تهزم. لماذا؟ لأنها تملك شعبا صامدا، صمودا أسطوريا. لاحظنا طيلة هذا العدوان الغاشم الهمجي الذي دمر كل شيء، إلا أن الشعب الفلسطيني صامد متمسك بأرضه. كان الاحتلال الصهيوني يراهن منذ البداية على تهجير سكان غزة. نعم. هذا الهدف الأساسي الذي رسمه منذ البداية، أن يقوم بتهجير سكان غزة إلى خارج الوطن. راهن بذلك، راهن على ذلك من خلال القصف الهمجي، من خلال تدمير البنية التحتية، من خلال تدمير المنظومة الصحية، من خلال تجويع السكان، من خلال الحصار. لكن لم يحقق ذلك بسبب صمود الشعب الفلسطيني. شاهدنا من خلال التقارير التلفزيونية أو الإعلامية كيف المواطنون يخرجون من تحت الركام ليؤكدوا ويصرحوا تمسكهم بهذه الأرض، لن يرحلوا من هذه الأرض. فعلا فيه هجرة داخلية. مثلا خلال الأيام الأخيرة، في ظرف أسبوعين، نزوح أكثر من 800,000 نسمة من رفح. لكن هذه الهجرة هي هجرة داخلية داخل الأراضي الفلسطينية، لكن كل الفلسطينيين يرفضون الهجرة خارج الديار. شاهدوا نكبة فلسطين الأولى، وأكدوا مرارا بأن هذه النكبة لن تتكرر مرة أخرى. يتمسكوا بأرضهم مهما فعل هذا المجرم، مهما فعل هذا المغتصب. يعني كل ما فعله من مجازر، من حصار، من تجويع، من تدمير لكل المرافق، والفلسطينيون صامدون في أرضهم. يعني هذه الصور التي شاهدناها، تمسك الفلسطينيين، يعني التعليم في قيام النزوع. نعم. يعني تبعث الأمل، تبعث الانتصار، تبعث الأمل بانتصار قريب. وهذا الانتصار مرده هو تمسك الفلسطينيين بأرضهم ووطنهم. تشبث الفلسطينيين بأرضهم وبحقوقهم وبنضالهم وبمقاومتهم الباسلة أيضا. بروفيسور بالقاسم، إلى أي مدى جعل من غزة اليوم أيقونة التضحية في العالم، لدى شباب العالم، لدى الجامعيين في كل ربوع العالم؟ دحضوا السردية الصهيونية وأظهروا مدى وحشية هذا الكيان. نعم، أصبحت الآن غزة يعني مثالا يقتدى به في التمسك بالأرض. نعم. التي عاش أجدادهم بها ويعيشون إن شاء الله، ولا يمكن أبدا للكيان الصهيوني أن يجتثهم من أرضهم وإفراغهم منها وتهجيرهم نحو مناطق أخرى كما يخطط له سيناء أو حتى ربما مناطق أخرى. وهذا يدل على تشبث الشعب الفلسطيني بأرضه وأرض أجداده التي سكنوا فيها منذ آلاف السنين، وأن هذا الكيان هو كيان دخيل
قد فرضته الدول الغربية وعلى رأسها كما نعلم بريطانيا وفرنسا في بداية القرن، ومنذ وعد بلفور المشؤوم ل 2 نوفمبر 1916 ووصولا إلى قرار التقسيم، إلى قرار التقسيم الشهير الصادر عن الجمعية العامة رقم 181 صدر في 27 نوفمبر 1947 نعم. الذي أسس وأعطى قسم فلسطين إلى قسمين، قسم شطر لليهود وشطر للعرب. وطبعا هذا القرار كان غاشما، ورغم ذلك نجد أن الكيان قد ضرب عرض الحائط حتى في الأجزاء التي تم إسنادها وإعطاؤها إلى الشعب الفلسطيني وهي الضفة الغربية وقطاع غزة. الآن نرى بأن الكيان هو كيان توسعي لا يريد أبدا بوجود الفلسطينيين ببلادهم وبأرضهم التاريخية، ويسعى بكل جهود ورغم كل الحرب هذه القائمة، حرب الإبادة وحرب ضد الإنسانية وهذه الجرائم المرتكبة بكل أنواعها يعني لم تنفع لحد الآن، وما زال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة صامدا ولا يمكن أن تهزمه هذه القوى، قوى الكيان الصهيوني مهما فعلت من مجازر ومهما هدمت من البنى التحتية حتى أصبحت يعني مقابر جماعية، وكذلك أيضا تهديم كل وتخريب كل البنى التحتية حتى أصبحت يعني هذا القطاع عبارة عن ركام مترامي الأطراف في كل الجهات، ورغم ذلك الشعب الفلسطيني ما زال يحيى، وما زال رغم كل هذه الظروف القاسية والصعبة جدا، ما زال ورغم سياسة التجويع ورغم قطع المساعدات الإنسانية عنه، ولكن بقي صامدا لحد الآن ويعطي أمثلة في البطولات وفي النصر أو الاستشهاد، ولا يمكن أبدا أن يقبل بهجرة بالهجرة ولا بتغيير ولا بتبديل أرضه التي عاش عليها أجداده منذ آلاف السنين. وأنا النكبة لن تتكرر، كما تفضلت قبل قليل زميل أعراب، هل يعمل الكيان الصهيوني اليوم على ربح المزيد من الوقت؟ لأنه عملية التوسع في رفح يعني المزيد من الشهداء والمزيد من المهجرين والمزيد من المعاناة في غزة. نعم، هل الكيان الصهيوني يعمل على كسب مزيد من الوقت؟ أنا أقول بأن الوقت غير ليس في صالحه. لماذا ليس في صالحه؟ لأنه جرب مدة 8 أشهر ولم يستطع فعل شيء إلا ما عدا الدمار والمجازر وقتل المدنيين من النساء والأطفال. لاحظنا في البداية قال بأنه طهر القطاع الشمالي جباليا ومحافظة جباليا محافظة الشمال من المقاومة، وما هو المبرر الذي قدمه لاقتحام أو لنقل العدوان إلى رفح؟ أنه وجود 4 كتائب من المقاومة في رفح لابد أن يقوم بالقضاء عليها مثل ما فعل في الشمال، لكن الحقيقة عكس ذلك، أن المقاومة لا تزال صامدة، لا تزال بقوتها في الشمال. لاحظنا يعني المعارك التي البطولية التي قامت بها المقاومة في جباليا، كبدت الكيان الصهيوني العديد من الخسائر في المعدات وفي الأرواح. اليوم يحاول التوسع أكثر يعني في جبهة رفح، لن تكون في صالحه. هو يعتقد بأن ارتكاب المزيد من المجازر وتوسيع المعارك في رفح أنه سيضغط على المقاومة من أجل صفقة رابحة لصالحه في المفاوضات، في حين أنه ذلك لن يتحقق، لأنه كما ذكرنا هذه المعركة معركة شعب وليست معركة فئة معينة وليست معركة جماعة معينة، هي معركة شعب فلسطيني يريد تحرير
أرضه من هذا المحتل، وبذلك أي صفقة يراهن عليها هذا الاحتلال من خلال الضغط العسكري على المقاومة للتنازل في المفاوضات أو في صفقة لن يكون ذلك. لأن المقاومة يعني أشد جددت مرارها مواقفها الثابتة في مسألة التفاوض، ولكن نعم. في هذه النقطة بالذات الزميل عراب، ربما تمادي في هذه الإبادة الجماعية لا يخدم الكيان الصهيوني، يلطخ صورته أكثر أمام الضمير الإنساني دعنا نقول، ولكن هل يخدم ذلك رئيس وزراء الكيان الذي ربما يبدو أنه هو المستفيد الوحيد من إطالة أمد الحرب؟ نعم هو المستفيد، هذه الحرب يعني الكل يتحدث عن ذلك، حتى الصهاينة، حتى في حكومته ومحللين وغيرهم وقادة عسكريين سابقين وغيرهم يؤكدون بأن إطالة أمد الحرب المستفيد الوحيد منها هو مجرم الحرب نتنياهو. لماذا؟ لأنه توقف الحرب يعني وفاة وموته السياسية، يعني وفاة سياسية بالنسبة له، قد مباشرة بعد وقف الحرب قد يحال على المحاكمة وقد يدخل السجن. إذن المطلوب من لابد وأن يواصل في هذه الحرب لكسب الوقت أكثر، خصوصا لو عدنا إلى المفاوضات، يعني حتى المقاومة تنازلت في الكثير من الأمور، ولكن الكيان الصهيوني وعلى رأسها يعني مجرم الحرب نتنياهو دائما يتراجع عن أي صفقة يتم الاتفاق عنها. إذن الهدف من ذلك هو إطالة أمد الحرب، لأن أي توقف للحرب هو وفاة سياسية بالنسبة له، ولا يهمه لا أسره لدى المقاومة ولا لا يهمه جنوده الذين يقتلون في غزة. المهم هو إطالة الوقت وكسب المزيد من الوقت، لأن نهاية الحرب هي نهايته السياسية، وبذلك لا يريد توقف الحرب. بروفيسور بلقاسم، الحكومة الصهيونية بقيادة نتنياهو تريد كسب المزيد، أو هو بالذات رأس الحكومة يعني تود كسب المزيد من الوقت، ولكنها تواجه أيضا ضغطا داخليا من المتظاهرين الصهاينة اليوم الذين يطالبون بإجراءات عملية لتحرير أسراهم. نعم، هذا ما يلاحظ ويشهده العالم، أن هناك تصدع في الجبهة الداخلية نعم. الصهيونية، واعتصامات واحتجاجات وإضرابات داخل الكيان بالمطالبة بمواصلة أو البداية في المفاوضات مع الحركة الإسلامية أو حركة الحماس في الجنوب، وبالتالي محاولة أيضا تحرير الرهائن من قبضة الحركة الإسلامية في قطاع غزة. وطبعا هذا أدى إلى يعني وجود نوع من العبثية في وعدم المسؤولية في القرارات التي أصبح يتخذها رئيس الوزراء هذا الكيان نعم. ويريد مواصلة الحرب بأي ثمن كان ومهما كان، ورغم يعني ربما عدم قبول بعض الدول الكبرى الحليفة له الولايات المتحدة ولو يعني نسبيا، ورغم ذلك يريد أن يواصل هذه الحرب مهما كانت، ويعتبرها مسألة شخصية له ولأسباب يعني انتخابية ومواصلة يعني السلطة والحكم وعدم التنازل عنها يعني وتشبث بهذه السلطة. وكما أسلف زميلي لا يريد المحاسبة حتى من قبل شعبه، ليس فقط من المحاكم الدولية وإنما حتى من قبل شعبه، الذي يعني حتى هو الشعب هذا الكيان أصبح يدرك أن هذه الحرب قد تجاوزت كل الحدود والتي لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وبالتالي هو هدف هذا المجرم الحرب أن إطالة الحرب إلى أقصى حد ممكن. وطبعا هذه نتساءل ما هو كيف يكون سوف يكون الأمر، كيف سيكون يعني الحل، كيف يكون الأمر، يعني من يملك التصور كيف تؤول إليه هذه الحرب التي لم تبقي ولا تذر ويعني تجاوزت كل الحدود التي تعرفها الحروب منذ
منذ هذه التاريخ. وحتى الكارثة الإنسانية متفاقمة جدا بروفيسور بالقاسم بشكل يعني لا يقبله أي عقل كما أسلفنا. الأونروا تتحدث عن نزوح 810,000 شخص خلال الأسبوعين الأخيرين من رفح لا مكان آمنة في غزة، ومع غلق المعابر أي تداعية أيضا على تفاقم الوضع الإنساني أكثر في المكان. نعم، يعني حركة نزوح الأونروا تحدثت عن نزوح 800,000 أكثر من 800,000 شخص يعني في ظرف أسبوعين من رفح. إلى أين توجه هؤلاء؟ أين ذهبوا؟ أين فروا؟ لا مكان كما جاء في تقرير الأونروا، لا مكان آمن في غزة، ولا أحد آمن في غزة، حتى موظفي الأمم المتحدة، موظفي الأونروا، البعثات الدولية، هم ليسوا في أمان من هذا العدوان. العديد منهم قتلوا من طرف الكيان الصهيوني. إذا نتحدث اليوم عن هذا النزوح. العديد أغلب هؤلاء النازحين من رفح نحو خان يونس والمحافظة ومدينة غزة، يعني أين لجأوا إلى أقاموا في المناطق التي دمرها الاحتلال. يعني اتخذوا من ركام المنازل التي دمرها الاحتلال أماكن للإقامة، حتى لجأوا إلى المدارس بخان يونس التي دمرها، مدارس تابعة للأونروا. في الأصل أن الأونروا هي منظمة إنسانية إغاثية تابعة للأمم المتحدة، تكون بعيدة عن الاستهداف العسكري. لاحظنا أن الكيان الصهيوني استهدف الأونروا ومرافقها في كل مناطق قطاع غزة. يعني هذا العدوان عدوان يعني شمل كل شيء، لا مجال لأي شيء، لا يوجد شيء إلا واستهدفه حتى المنظمات الدولية. يعني المعاناة كبيرة كما تفضلتي، هناك معاناة كبيرة للنازحين في غزة، والوضع الإنساني كارثي، خصوصا أيضا مع غلق معبر رفح الذي كان شريان الحياة وبواباتهم يعني على العالم، شريان حياة وبوابة غزة نحو العالم الخارجي. اليوم بعد أن اقتحم الكيان الصهيوني هذا المعبر وقام بغلقه، تحولت غزة إلى سجن كبير لأكثر من 2,000,000 شخص. أين العالم؟ أين محكمة الجنايات الدولية التي اليوم تصدر أوامر بالقبض على قادة المقاومة؟ ألم أين هي من هذا الواقع الذي نعيشه؟ أين محكمة العدل الدولية؟ أيضا التدابير التي اتخذتها لماذا لا تنفذ؟ في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون من دمار وتهجير وحصار وتجويع وغير ذلك. إذن الوضع الإنساني تفاقم بشكل كبير بعد أن كان معبر رفح يعني بوابة غزة، على الرغم من قلة المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل إلى القطاع، ولكن على الأقل كانت بعض المناطق في رفح وفي جنوب القطاع تصلهم بعض المساعدات. لكن اليوم الكيان الصهيوني بعد أن أغلق هذا المعبر تحولت كما ذكرت غزة إلى سجن كبير، وعلى المنظمات العالمية، على الأمم المتحدة، على الهيئات الدولية أن تتحرك لحماية هذا الشعب الذي يهجر، الشعب الذي يقتل، الشعب الذي يجوع، ولا أن تقف مع هذا الجلاد، هذا الكيان المجرم الذي اغتصب أرض الفلسطينيين ويقتلهم ويهجرهم ويجوعهم أيضا. ومعرس يعني أولى المساعدات الأولى التي وصلت إلى ما يعرف بالميناء العائم، هل هو منطق فرض يعني منطق قبول هذا المشروع من الدول الداعمة للكيان، في حين أن المعابر هي أسهل وسيلة لإيصال المساعدات بروفيسور بالقاسم؟ نعم، هذا المعبر أو الميناء العائم هو مخطط ومناورة أمريكية لبنائه، ويرى البعض أنها وسيلة لتهجير الفلسطينيين نحو مناطق أخرى أو دول أخرى، قبرص مثلا أو أدري. وبالتالي فهذه مناورة أمريكية صهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني عبر هذا الميناء العائم، ويتركون المعابر الأخرى المعروفة سواء في التي يسيطر عليها الكيان أو معبر رفح الأخير، يعني آخر شريان الذي يمكن أن تدخل من خلاله هذه المساعدات الإنسانية.
هذا تم غلقه، والآن ما هو الحل؟ أصبح يعني الشعب حبيس هذه، وعبارة عن سجن كبير كما قال، ومقابر جماعية وخراب ما بعده خراب، والعالم يشاهد ولا يحرك ساكنا. فأين هي منظمات حقوق الإنسان؟ وأين هي المنظمات الدولية غير الجي غير الحكومية التي تنشط أثناء النزاعات المسلحة الدولية كما هو الحال؟ أين هي؟ فنلاحظ أن هناك صمت رهيب، وكأن هناك تواطؤ من قبل الغرب، الدول الغربية مع هذا الكيان في تصفية الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. ونتساءل ما جدوى هذه القواعد القانونية الدولية، وأين هو القضاء الدولي بنوعيه، المحكمة الجناية الدولية أو محكمة العدل الدولية، وكأنها أصبحت عاجزة، وحتى مجلس الأمن عن حل هذا ولا تحتكم حتى للعقل بروفيسور بالقاسم، عن تصدر أوامر اعتقال وتساوي بين الضحية والجلاد. نعم، كما في هذه الإبادة. نعم. وهذه يعني من مفارقات العجيبة، أن محكمة دولية تسوي ما بين الجلاد وما بين الضحية، وكأنهم يعني في نفس المستوى، وهذا ينافي أبسط قواعد العدالة والإنصاف. والتحيز واضح هنا لجانب هذا الكيان الصهيوني، والذي تدعمه الدول الغربية بقوة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنها تدعي في بعض الحالات أنها غير متفقة أو تخالف المسار الذي أخذه هذا الكيان في توسيع ومواصلة الحرب في قطاع غزة، ووصوله إلى غاية أبواب الحدود المصرية، وينذر بربما انفجار حرب أخرى إقليمية لا تبقي ولا تدر بين القوتين. لأن الكيان يحارب ماذا؟ يحارب الأبرياء، يحارب يعني السكان المدنيين، وبالتالي فقد تدخل هناك حرب جديدة وإقليمية مع القوة المصرية. هذا احتمال يعني وارد جدا، ومما يدل على أن الكيان هذا لا يتوقف عن عدوانيته وعن اعتداءاته المتواصلة ضد الدول المجاورة له، وربما يعني تحقيق الحلم الذي يراود الكيان يعني منذ العقود، وهو إسرائيل الكبرى. نعم. من النيل إلى الفرات، أو من الفرات إلى النيل. سمير العرب، برأيك ما الذي يمكن أن يوقف هذه الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل تعالي الكيان الصهيوني على القرارات الدولية، وحتى ازدواجية المعايير التي تتم يعني تمارسها اليوم الهيئات الدولية؟ الرهان وقف هذا العدوان، الرهان هو على الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بالدرجة الأولى. يعني موت الفلسطيني من طرف الصمود الشعبي الفلسطيني، ورفضه لكل مخططات الكيان الصهيوني بالتهجير القسري والمعارك العمليات البطولية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية، التي حولت غزة إلى قبرا للجنود الكيان الصهيوني. يعني الرهان الأول مبني على هذا الأساس، لا على المنظمات الدولية ولا على الأمم المتحدة. أيضا هناك عامل آخر مهم جدا، وهو أحرار العالم اليوم ووقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية. أهم شيء حققته القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر هي أنها كسبت صدى عالمي كبير جدا. نعم. بعد أن كان الكيان الصهيوني ومؤيديه يتغنون بالمحرقة لكسب التعاطف الدولي معهم، اليوم العالم اكتشف الحقيقة، ظهرت له الحقيقة، ظهرت له الإجرام الصهيوني، ظهرت له حقيقة هذا الكيان الصهيوني المجرم الذي يرتكب أبشع الجرائم في العصر الحديث. أيضا هناك رهان على الجبهة الداخلية الصهيونية، بحيث التفكك الذي يميز هذه الجبهة والانشقاق والضغوطات من طرف عائلات الأسرى وحتى عائلات الجنود القتلى في غزة الذين يقتلون يوميا في غزة، أيضا تنادي اليوم بوقف
هذه الحرب، الذي يوقف المجرم نتنياهو عن هذه الحرب، قد تكون الجبهة الداخلية لها تأثير كبير، وتفكك مجلس الحرب الصهيوني قد يؤدي إلى وقف هذا العدوان، في حين كما ذكرت الرهان الأكبر، رهان الفلسطينيين، ليس على الجبهة الداخلية ولا على المنظمات الدولية، بل الرهان على الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري، وكذا ما تقوم به المقاومة من أعمال بطولية، كلها ستجعل هذا الكيان ينتحر على أسوار غزة بإذن الله إن شاء الله. طيب بروفيسور بالقاسم، يعني من الناحية القانونية، في حال ما في ظل هذه المساعي للجنائية الدولية لإصدار مذكرات، ستكون لنا فرص أخرى لاستمرار لمناقشة هذه المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية. أشكركم جزيلا. أود أن أذكر عن انتصار كبير الذي حققته القضية الفلسطينية، في أنها حازت على الاعتراف ب 143 دولة ضمن الجمعية، وأعطائها حق العضوية الكاملة وبكافة الحقوق على مستوى هيئة المتحدة، وهذا انتصار كبير وزخم كبير للقضية. شكرا لك البروفيسور أحمد بالقاسم، الأستاذ في القانون الدولي، والزميل نور الدين عراب الإعلامي. شكرا لكم على الحضور وعلى الاستفاضة. فاصل مشاهدينا يتضمن موجزا بأهم الأنباء من غرفة الأخبار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. في إطار تطبيق البرنامج السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية، سيتم تنظيم مناورة تطبيقية جهوية دولية ببلدية بكاريا بولاية تبسة من خطر حرائق الغابات، والتي تحاكي سيناريو اندلاع حريق بهذه البلدية، والذي يهدد بشكل كبير المنازل والثروة الغابية، ويتطلب تفعيل كافة الإمكانيات المادية والبشرية. ونظرا لانتشار الحريق باتجاه دولة تونس الشقيقة، تم تفعيل الاتفاق الثنائي بين البلدين في إطار المساعدة المتبادلة في حالة نشوب حرائق غابات كبيرة. نتابع هذه المراسلة ولنا عودة بإذن الله. طبعا التمرين يعرف تفعيل مخطط تنظيم النجدة لمختلف المقاييس المكونة لمكافحة الحريق على المستوى الولائي، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقية والشراكة بين الحماية المدنية الجزائرية والحماية المدنية التونسية في إطار مكافحة الحرائق وفي إطار التدخل في حالة الأخطار الكبرى، وفق الاتفاقيات اللجنة المركزية التي كانت في جونفي 2024 في تونس، وكذلك تبعا للمشاركة في سيماكس 2024 على مستوى ولاية البويرة. طبعا هذه التحضيرات الأولية لهذه المناورة، هذا السيناريو الحريق المهول الذي يعرف انتشار كبير وصعوبة في التحكم فيه بين إمكانية المحلية، ما يتطلب تفعيل مخطط النجدة وقدوم الدعم من 5 ولايات في إطار الأرتال المتنقلة والمجموعة الجوية للحماية المدنية، بالإضافة إلى الترسانة الجوية الخاصة هذه السنة لإخماد هذه الحرائق. تنزل مشاركتنا اليوم لمزيد تدعيم القدرات وتبادل الخبرات مع الأشقاء الجزائريين، تفعيل آليات التنسيق المشترك والتعاون، خاصة في الفترة الأخيرة ضعف آليات التعاون بين البلدين، ونطمح إن شاء الله زادة كيف مستقبلا تزيد معناها التعاون وتزيد العمليات التنسيق تقدم وتزيد تحسن في المستقبل. ما يخفش عليكم العالم الكل حاليا يمر معناها الكوارث قاعدة تتعدد فيه من سنة إلى أخرى، الوتيرة متاع الكوارث قاعدة معناها فهمتني من سنة إلى أخرى ترتفع الوتيرة متاع الكوارث، ما فماش حتى بلد في العالم بمنأى عن الكوارث. والحرائق من بين الكوارث الطبيعية التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية في بلادنا، ومن مهام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي هو خدمات تأمينية للفلاحين وللمزارعين ضد هذه الكوارث. نسعد كثيرا باستقبال السيد جلول زعباط، مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية ورقلة. أهلا وسهلا بك سيد زعباط، وشكرا على قبول الدعوة. تحياتنا المسائية إليك وإلى الإخوة المشاهدين، وشكرا لإتاحة الفرصة عبر مؤسسة التلفزيون الجزائري. أهلا بك سيد زعباط، بداية نقف عند أبرز مهام هذا الصندوق، أكبر شركة تأمين
للقطاع الفلاحي في الجزائر. لا يخفى عنكم أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبر صناديقه الجهوية، وهي مؤسسة عريقة لها أكثر من قرن من الزمن، تنشط في قطاع التأمينات الفلاحية وتحافظ كذلك على علاقاتها مع الفلاحين والمربين والمستثمرين في القطاع الفلاحي عبر التراب الوطني، وهي تقدم خدمات تأمينية ليست كالمؤسسات الأخرى، وهي ترافق دائما الفلاح وتقوم بتحسيسه وتوعيته ضد الأخطار المناخية والأخطار غير المتوقعة لحمايته من كل لحماية ممتلكاته من الخسائر التي قد تلحق به. أبرز هذه الخدمات التأمينية سيد زعباط التي تقدم للفلاحين ضد الكوارث الطبيعية. هي هناك عدة عقود تأمينية، منها التأمين على ضياع المحصول، التأمين على حرائق المحصول، كذلك التأمين على إتلاف المعدات الفلاحية، كذلك التأمين على الثروة الحيوانية. هناك عدة تأمينات مختلفة وبأسعار مدروسة ومعقولة لدى وتكون في متناول جميع الفلاحين والمربين والمستثمرين في القطاع الفلاحي. كذلك أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أنه يقوم بدورات تحسيسية عبر كامل التراب الوطني سواء لقاءات جهوية أو محلية، وهو دائما مرافق لكل الهيئات الفلاحية في على مستوى الوطن. وكذلك كما أن لاحظنا في الموضوع تاعكم مع الحماية المدنية، كذلك أن الصندوق يقوم بدورة تحسيسية ومرافقة الحماية المدنية وتوعية الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي لحماية محاصيلهم من الحرائق التي تقع. ولا يخفى عنكم أن هذه الأيام رانا نشوفوا دائما أو في أيام القليلة الماضية شب حريق في ولاية ورقلة، وكذلك أن الصندوق الوطني عبر صناديقه الجهوية قد قام بتوزيع قارورات الإطفاء على الفلاحين كمساعدة من الصندوق مجانية، وأعطاهم كذلك تعليمات على مقاومة الحرائق التي تشب في المحاصيل. سيد زعباط، القطاع الفلاحي هو الأكثر عرضة للتقلبات المناخية، ما هي أبرز هذه الأخطار؟ دعنا نعددها، وكيف تنعكس على مردودية القطاع الفلاحي؟ لا يخفى عنكم احنا اليوم الدولة الجزائرية راهي أصبحت تشجع القطاع الفلاحي في المناطق الصحراوية، وأصبح اليوم المناطق الصحراوية من أكبر كما نقولوا قطاع فلاحي كبير أو تقوم بتوزيع الأراضي الفلاحية الشاسعة، وأصبحت قطبا فلاحيا يؤخذ بعين الاعتبار ويساهم في الإنتاج الوطني. اليوم لازمنا حماية لهذه الممتلكات الفلاحين والقطاع الفلاحي. الأخطار متعددة منها الكوارث الطبيعية. اليوم الفلاح لازم تكون عنده وعي، وإحنا ما نشرط فقط نديروا عقد تأمين، الهدف تاعنا إحنا لازمنا نحسوا الفلاح أو المربي أنه تكون عنده ثقافة تأمينية. ثانيا يكون نحسوه بالأخطار اللي راحة ربما تضر بالمحاصيل الزراعية تاعه. ولهذا الصندوق الوطني عبر صناديقه الجهوية راه يقوم بدورات تحسيسية، منها في أي أيام أو في الثلاثي الأول من سنة 2024 قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بعقد 4 تجمعات جهوية، واحدة في الشرق في ولاية سوق حراس، الثانية في الغرب في ولاية بلعباس، الثالث في ولاية البويرة بالنسبة للوسط، والرابع في ولاية ورقلة بالنسبة للجنوب. الدور من هذه اللقاءات هو إعطاء أولا توعية الفلاحين والمربين، ثانيا التعريف بالأخطار المناخية اللي راهي اليوم والتقلبات الجوية اليوم اللي راهي تأثر على الفلاح ومردودية الفلاح. نعم، ليس الحرائق فقط، ماشي الحرائق، فيها عدة مثلا نعطي مثلا في الجنوب الرياح اللي راهي اليوم تضر بالمحصول الفلاحي. نعم، نعطي مثلا في الشمال ربما الفيضانات، وكذلك كما نقولوا باللغه الدارجه التبروري او البرد، البرد. نعم، هذو راهم يضروا بالفلاحين. احنا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبر صناديقه الجهويه وضع اليات عقود تامينيه في متناول الجميع لحمايه ممتلكات الفلاحين والمربين في القطاع الفلاحي، فما على الإخوة الفلاحين والمربين لأنهم يلتحقوا بهذه المؤسسة العريقة والمؤسسة الوحيدة اللي راهي تقوم بمرافقة الفلاحين وتحسيسهم
في كل مرة وفي كل سنة وفي كل شهر وفي كل يوم. حتى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تحدث مؤخرا عن قرب إطلاق منتوج جديد خاص بالمخاطر المتعلقة بالكوارث الفلاحية المترتبة عن التغيرات المناخية، ما التفاصيل بشأنه؟ هذه رانا في صدد، ربما ان شاء الله احنا هذا الانجاز راه تم على مستوى المديريه العامه. نعم. ووضع امام الوزاره الاولى، وربما في قانون التامينات الجديد ان شاء الله راح يخرج فيه عده معطيات وفيه كذلك عده تغطيات تامينيه ضد الكوارث والاخطار المناخيه اللي ربما اليوم رانا الفلاحة في تطور كبير. نعم. ولازمنا حماية هذه الممتلكات. من هذا المنطلق العقود التأمينية هذه راهي دائما في صالح الفلاح. نعم. وهي دائما في صالح الفلاح، لماذا؟ لأن تحمي ممتلكات الفلاحين. نعم. عقود التأمينات هي أكيد في صالح الفلاحين، يعني هذا التأمين متاح للجميع سيد زعباط، لا يستثنى منه أي أحد، أم هناك شروط معينة يجب توفرها؟ إحنا بالنسبة لنا إحنا التأمين غير مقيد، وهو متاح لجميع الأطراف جميع الشرائح، فقط أن هناك خدمات تأمينية وكذلك هناك وثائق ربما نطلبها حاجة بسيطة لنثبت أن هذا الملك لشخص معين حتى نقوم بتأمين وإصدار عقد التأمين باسم الشخص الذي يملك هذه القطعة الأرضية أو هذه المزرعة، حتى غدوة إن شاء الله تكون تعويض يكون دائم بين راح السيد باسمه الشخصي، وعندنا سرعة في التنفيذ إن شاء الله في من ناحية التعويض أثناء تكملة الخبرة من طرف الخبراء ليقوموا بمعاينة الأخطار التي لحقت بالفلاحين، وفي وقت قصير سيعوض الفلاح وبكل أريحية. دعنا نحدد أو نفصل أكثر في العملية هذه سيد زعباط، الخراجات الميدانية ربما الاستعانة بالخبراء من أجل موثوقية العملية أيضا بالنسبة للفلاحين. إحنا بالنسبة لنا إحنا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أو السينما أو السيراما بالنسبة للصناديق الجهوية التابعة للصندوق الوطني، عندنا إطارات كفأة في هذا الميدان، عندنا أكثر من 257 خبير فلاحي، أكثر من 250 طبيب بيطري، هذو الكفاءات هذه لازمتها تقوم بمعاينة الأخطار التي لحقت بالفلاح، وتكون تقوم بدراسة جد دقيقة. نعم. لتحديد الخسائر التي تلحق بالفلاح حتى يستفيد من التعويض. تفضل. نعم. حتى يستفيد من التعويض. وإحنا بالنسبة لنا إحنا ما عندناش إشكالية. كذلك في النسبة للتأمينات الفلاحية هناك عدة تسهيلات يقوم بها الصندوق الوطني للتعاون. نعم. الفلاحي، وهي كذلك التقسيط في دفع الاشتراكات. نعم. هذه ميزة من ميزات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حتى أن الفلاح يكون خطر بالأعباء على الفلاح راه يحس، لازم يحس بهذه الأعباء، ولهذا احنا نستطيع ان نقدم هذه الصيغة حتى يرتاح الفلاح او المربي. ولكن رغم كل هذه المجهودات سيد زعبط، هناك غياب لثقافة التأمين لدى بعض الفلاحين، لماذا يرتاب هؤلاء من العملية ككل؟ ما هي اسبابهم؟ احنا النشاط تاعنا في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبر صناديقه الجهويه ما ناش محبسين، رانا دائما في توعيه الفلاحين. نعم. حتى نوصل لهم الهدف المنشود لثقافه التامين هذه، لانها اليوم هي ثقافه التامين هذه، عندما يكون الفلاح مؤمن سوف يكون محمي من كل الاضطرابات الجويه او الكوارث الطبيعيه. نعم. ولهذا احنا الفلاح اليوم هو يحس بها ربما أعباء عليه هو، ولكن لا بالأسف هي في صالحه وفي خدمته وفي حمايته. ولكن أسبابهم يعني التي يبررون بها غيابهم عن التأمينات هي أكيد ليست عقلانية وليست في صالحهم، ولكن لماذا يعني يعزف الكثير منهم على التأمين على منتجاتهم؟ ربما هناك عدم الاطلاع على التأمينات، يعني ربما راجع على عدم الاطلاع على التأمينات ودور التأمينات الفلاحية. احنا في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أبوابنا راهي مفتوحة ودائما في أيام تحسيسية لإيصال كل المعطيات إلى الفلاح. إيصال كل المعطيات للفلاح والمربي والمستثمر في القطاع الفلاحي حتى أنهم يكونوا ملمين بهذا الموضوع، وخاصة التأمينات
ضد الكوارث الطبيعية والمناخية. إلى أي مدى يساهم أستاذنا الفاضل هذا التأمين الفلاحي، إلى أي مدى يساهم على تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي؟ هو هي أول تشجيع هو أولا حماية المستثمرات الفلاحي. نعم. هذه حاجة واحدة. كي نحمو احنا المستثمرات الفلاحية رانا حمينا الاقتصاد الوطني. اليوم القيادة العليا للبلاد وراهي متجهة أننا نكون ربما من الدول المنتجة للحبوب والمصدرة كذلك. اليوم الحمد لله رب العالمين رانا نشوفوا عملية حصاد اللي تمت عبر ولاية الجنوب شيء كبير. نعم. ولهذا ولهذا أننا دائما وأبدا أننا نقوم بالتحسيس لكذلك لمواصلة العمل الفلاحي في القطاع في الأراضي الفلاحية الشاسعة في الصحراء، وأنتم تعرفوا الصحراء اليوم أصبحت قطب فلاحي كبير من نعم ورهان يعني ورهان تستمد عليه الدولة بحماية التغذية لحماية الغذاء الوطني للشعب الجزائري. طيب مع انطلاق موسم الحصاد والدرس خصوصا بالولايات الجنوبية، وتابعنا يعني هذا الدعم الذي قدمته الدولة لمرافقة هذه العملية المهمة في القطاع الفلاحي والتي تظهر الوجه الحقيقي للصحراء الجزائرية، سيد زعبات كيف يرافق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والصندوق الجهوي على مستوى ورجلا هذه العملية؟ احنا دائما في مرافقة تامة مع الشركاء معنا في القطاع الفلاحي، سواء الغرفة سواء مديرية الفلاحة، وعلى رأسها السيد الوالي ولاية اليوم راه يشرف على عملية انطلاق عملية الحصاد، وكذلك اللي هي متابعة جدية. نعم. في اثناء عملية الحصاد، وخاصة هناك المحاصيل الزراعية معرضة للحرائق في. نعم. أي وقت من الأوقات. صحيح. في دقيقة من دقائق ربما تكون هناك حرائق، ولهذا احنا دائما نرافق الفلاحين أثناء عملية حصاد وأثناء عملية البذر. نعم. في اثنين ننصحهم البداية والختام. نعم. والختام ننصحهم على أن هناك عقود تأمينية لحماية محاصيلهم الزراعية. هذه العقود اللي راهي في متناولهم وبأسعار دقيقة ومعقولة، وربما تحمي ممتلكاتهم من ضد الحرائق والأخطار التي تلحق بممتلكاتهم. طيب حتى ميدانيا يعني سيد الزعبات، الوقوف بهذه الحملات التحسيسية والتوعوية في الميدان، هل لمستم إقبال من الفلاحين من المستثمرين الفلاحين اليوم على المنتجات الفلاحية التأمينية التي تقدمونها، تقليلا حتى لحجم الخسائر وحماية لمحاصيلهم؟ من خلال اللقاءات الجهوية الأربعة التي قام بها السيد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبر ولايات الأربع ولايات جنوب، سواء في الجنوب أو في الشرق أو في الشمال أو في الغرب، هناك أحسسنا أن هناك إقبال كبير على العملية التأمينات الفلاحية، وكانت وصلنا لهم المعلومة حول التأمينات الفلاحية وحمايتهم من الأخطار أو الكوارث الطبيعية. كانت رغبة جد مهمة بالنسبة للفلاحين أنهم فهموا دور التأمين والتغطية اللي راه يقوم بها التأمين الفلاحي. احنا قلت لك احنا بالنسبة لنا احنا لسنا تجار، بل احنا مؤسسة نقوم بالهدف الأساسي هو توعية الفلاح من الأخطار، أو كيف الفلاح يدير هذه الأخطار اللي تلحق به. هذا هو الهدف تاعنا احنا أكثر من أكثر. واليوم الصندوق الوطني المؤسسة التأمينية الوحيدة. نعم. اللي راهي اليوم تقدم خدمات تأمينية ضد ضياع المحصول. نعم. أو المردودية، ولهذا ما كاش مؤسسة اللي راهي تقوم اليوم بتأمين ضياع المحصول إلا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي صينامة، وكانت العملية جد عندها إقبال كبير، وهناك من الفلاحين من استفادوا من التعويض على المحصول في الجنوب الكبير. طيب نجاح هذا عملية التأمين سيد زعبات إلى أي مدى هو مرهون بتحسين نوعية العقود جودتها وحتى الفترة الزمنية للتعويض؟ ما هي مجهوداتكم في هذا النقطة؟ احنا رأينا دائما في تحسن. أننا أولا أول حاجة إنتاج العقود التأمينية نتقربوا احنا المؤسسة الوحيدة اللي راهي. نعم. تروح تتقرب للفلاح في المكان، ماشي الفلاح يجي عندنا، احنا نروحوا للفلاح باش نقوم بتأمينات باش نقدموا له خدمات تأمينية. نعم. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية في حال إذا قدر الله أصيب بكارثة من كوارث المناخية أو كذا، احنا راح نتنقلوا للفلاح لمعاينة هذا الخطر ونرسلوا له الخبير لمعاينة الأخطار والتقييم الخسائر اللي قام بها. في ظرف وجيز
أنه سيتم تعويض الفلاح ربما في ظرف أسبوع يكون الفلاح مقضية أموره إن شاء الله. ربما الرسالة في الأخير تود تقديمها للمستثمرين الفلاحين. إحنا الرسالة نقدمها للمستثمرين والأخوة الفلاحين أنهم يتقربوا من هذا الصندوق اللي راح اليوم يقدم بخدمات جد ممتازة في حماية ممتلكاتهم ضد الأخطار الطبيعية والمناخية، فما عليهم إلا أن يتقربوا إلى الصندوق السرادق الجهوية عبر التراب الوطني، في الأبواب مفتوحة ونحن في خدمتهم ونقدم لهم كل ما يحتاجونه، وفقط تكون احنا توعية كبيرة في التأمينات الفلاحية والثقة مطلوبة. نعم احنا اليوم رانا نسعى وكل من أجل حماية المنتوجات الوطنية. اليوم السيد الرئيس الجمهورية راه يلح على أن كل شيء يكون جزائري، سواء من الأرض تاعنا أو من المائدة تاعنا أو من كل حاجة تكون جزائرية، ولهذا احنا دائما نرافقوا هذا الناس باش نحموهم باش احنا نحمو كذلك الاقتصاد الوطني. شكرا لك سيد جلول زعباط رئيس أو مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ولاية ورقلة على الحضور وعلى الاستفادة. شكرا أستاذ. مشاهدينا الأفاضل، الزميل مالك درحمون أجرى هذا الحوار على هامش افتتاح الصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي اليوم. متواصلون دائما معكم من قصر المعارض صفاكس، أين انطلقت منذ قليل المعرض الدولي للصناعة الزراعية وتربية المواشي. هذا الصالون الذي يعرف مشاركة أكثر من 700 عارض من داخل الوطن وخارجه لتبادل التكنولوجيات، خاصة وأن الجزائر عرفت قفزة نوعية في مجال الزراعة وتربية المواشي. وللتفاصيل أكثر حول هذا المعرض يحضر إلى جانب السيد رشيد يشير أزواو أحد المشاركين في المعرض. سيدي حدثنا عن شركتكم وعن مشاركتكم اليوم في هذا المعرض. السلام عليكم، مرحبا بكم. أعرف احنا شركة كويزينوكس مختصة في تصنيع المواد للصناعات الفلاحية والغذائية وحتى الصناعات الصيدلانية. احنا شركة نخدم من منتوج جزائري 100% بيد عاملة 100% جزائرية، والمنتوج تاعنا يتدخل في كل الصناعات كصناعات الأجبان، صناعات الحليب، وصناعات تانيك الفلاحية والصيدلانية كما قلت لك. وعندنا أيضا اختصاص آخر فيما يخص احتياجات المطاعم والفنادق وكل ما يخص المواد المصنوعة بالإينوكس. عندنا في كتة التراب الوطني 7 نقاطات بيع الحمد لله. أما بما خصوص مشاركة في الصالون، احنا دائما نشارك في الصالون هذا ماشي الخطرة الأولى، باسكو فرصة لنا باش نتفتحوا لأسواق جديدة، وأيضا فرصة لنا نعاود نتلاقاو بالزبائن تاعنا وتانيك الذين نتعامل معهم في نفس الميدان تاعنا. وهو توجور فرص جديدة باسكو توجور نديرو تما توجور يكون عندنا جديد باش نكسبوزو في المعرض ونكسبوزو للزبائن تاعنا باش يعرفونا الناس، وتانيك حنايا نديكوفرو توجور باسكو كاين كومام بزاف يجو كساسوا اجانب كساسوا جزائريين لي بارتيسيبيو في هذا المعرض، لي كومام توجور يجيب نتيجه مليحه. يعني الهدف تاعكم انكم تقتحموا اسواق جديده من خلال هذا المعرض؟ بالطبع، لكي يعرفونا الزبائن تاعنا، اللي ما يعرفوناش يولوا يعرفونا، كاين تانيك اللي يعرفونا نعاودوا نشوفوهم ويعاودوا يعرفوا منتوجات جديده صنعناها جديده باش نقدموها لهم للزبائن تاعنا. اذا كانت هذه مشاركه لاحد العارضين هنا بقصر المعارض صفاكس. العوده اليكم زملائي في الاستوديو المركزي. الزميل مالك درحمون على هذه الاستفاضه ولضيفه الكريم.
متواصلون دائما معكم مشاهدينا الأفاضل ضمن فضائكم الإخباري ما بعد المنتصف، لنتحدث عن شأن آخر له علاقة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. نسعد كثيرا باستقبال السيد محمد منير قربي، مدير فرعي للتكوين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. أهلا وسهلا بك سيد قربي، وشكرا لك على قبول الدعوة. شكرا للدعوة الكريمة سيد الكريم. أهلا بك. إذن تربية المائيات أو شعبة تربية المائيات لها اهتمام بالغ اليوم من السلطات العليا في البلاد ومن القطاع، لما لها من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي أيضا؟ نعم سيدتي الكريمة، ما يخفيكش أنه قطاع الصيد البحري وتربية المائيات هو قطاع يعتمد على شقين جد مهمين لتعزيز الأمن الغذائي، النشاطات على طول الشريط الساحلي عبر مختلف أصناف السفن الموجهة للصيد البحري، سواء كانت صيد ساحلي أو صيد مهن صغيرة أو صيد عبر اسم السفن الجيبية أو حتى الصيد عبر اسم السفن صيد الطونة والآفاق كذلك للصيد في أهل البحار. فيه نشاط كذلك مكمل ومعزز للإنتاج الصيدي هو نشاط تربية المائيات، سواء كان في الولايات الساحلية أو حتى عبر الولايات الداخلية، من أجل إنتاج العديد من الأصناف تاع الأسماك، سواء أسماك المياه البحرية أو الصدفيات أو حتى كذلك أسماك المياه العذبة المتنوعة. واليوم الحمد لله اللي راهي تعرف انتشار واسع عبر مختلف أرجاء الوطن، وتعمل إلى تعزيز من خلال إنتاج العديد أصناف، لا سيما سمك البلطي الذي يعرف رواج كبيرا، ومن خلال حتى كذلك إنشاء العديد من المزارع مؤخرا التي تقوم بإنتاج هذا النوع من الأصناف. نعم. ويتواجد عبر مختلف الأسواق، سواء أسواق البيع بالجملة أو الأسواق الجوارية. سيد قربي، هناك دورة تكوينية لتكوين الشباب سواء طلبة أو حتى مستثمرين في مجال تربية المائيات، تحدثنا عنها بالتفصيل، وخصوصا ما يتعلق بتربية الجمبري أيضا في المياه العذبة. نعم، ما يخفيكمش أنه قطاع الصيد البحري هو قطاع اقتصادي بامتياز، ويعد كذلك حتى قطاع مكون، لأنه يرتكز في سياسته ومن أجل تنفيذها على مجموعة من المؤسسات التكوين القطاعية منتشرة عبر الساحل الوطني. نعم. فيه معهد وطني عالي للصيد البحري وتربية المائيات متواجد بالجزائر العاصمة، فيه معهدين تكنولوجيين في الصيد البحري وتربية المائيات بكل من القل ولاية سكيكدا وكذلك ولاية تاعك وهران، وست مدارس للتكوين في الصيد البحري وتربية المائيات متواجدة بكل من ولاية تلمسان سعين تيموشنت وكذلك ولاية شلف بالمرسى، وكذلك مدرسة أخرى متواجدة بشرشال ولاية تيبازا، ومدارس أخرى بكل من ولاية عنابة، ومدرسة أخرى متواجدة بولاية الطارف بالقالة. هذه المؤسسات التكوينية تقدم مختلف العروض التكوينية في الصيد البحري، في الميكانيك البحري، وفي تربية المائيات، وحتى السلامة البحرية، وحتى نشاطات الغوص البحري. التكوين في مجال تربية المائيات يعرف إقبال كبير، نظرا لليوم دخول العديد من الأصناف لمنازل الجزائريين ويتم تسويقها، لا سيما الأسماك الموجهة للتربية في المياه العذبة، سواء أحواض تربية المائيات وحتى أحواض موجهة للسقي الفلاحي. نعم. على سبيل المثال سمك البلطي الأحمر وسمك البلطي النيلي وأصناف أخرى كذلك، حتى من أصناف مش الشبطيات. وهذه الأسماك نظرا لدخول آلية لتدعيمها، بحيث في قانون المالية 2024 تم منح علاوة تحفيزية لإنتاج هذا السمك البلطي تقدر ب 50 دينار على كل واحد كيلوغرام معك منتج. اليوم الحمد لله في إقبال كثير للمهنيين من أجل الشروع في التكوين، لأنه التكوين يحد الحلقة الأساسية في انطلاق أي مشروع مش استثماري، وكذلك حتى كذلك تعزيز الفرص المتاحة لدى الفلاحين الذين لديهم أحواض كانت سابقا تستخدم في السقي الفلاحي، ومن أجل تثمينها وفي إطار الاتفاقية الإطار بيننا وبين وزارة الفلاحة. نعم. يتم تكوين الفلاحين في التربية السمكية المدمجة. مش أما بخصوص تربية السمك الجمبري، فيه دورة تكوينية حسب الطلب في ولاية سيدي بلعباس، تم تنظيم الأسبوع الفارط دورة تكوينية لفائدة 24 شاب وراغب في الاستثمار في تربية الجمبري. نعم. الذي يعيش في المياه العذبة، كانوا من 11 ولاية، وأشرفت مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات بنصف
بولايه عين تلمسنت على هذه الدوره التكوينيه، وكانت فيها شقين، شق نظري وشق تطبيقي، وكانت في ظروف جيده تحت اشراف كذلك غرفه السيد البحري وتربيه المائيات لولايه سيدي بالعباس. وبتربيه الجمبري يعني في المياه العذبه، ما هو هناك العديد من المزارع الموجوده منذ سنوات. القطاع لديه مزرعتين ونموذجيتين من اجل مرافقه الجانب البحثي وكذلك حتى مرافقه المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. فيه مزرعه تجريبيه متواجده بعقل مرسى بولايه سكيكدا، ومزرعه اخرى مع شركائنا كذلك دائما بتنسق مع شركائنا وسمين كوريا في متواجده بورقلا بحاسب بن عبد الله. هذه المحطه التي لديها كما قلت شقين، شق تجريبي ذي صله بالبحث العلمي، وشق كذلك يعنى بمرافقه المستثمرين الراغبين في الاستثمار سواء لتربيه الجمبري، سواء المياه العذبه او حتى المياه المالحه. ومؤخرا تعززت المحطه التجريبيه بولايه ورقلة بحسب بن عبد الله بوحده لصناعه الاعلاف الموجهه لتربيه الجمبري. طيب حصيله التكوين سيد قربي ومرافقتكم لهذه العمليه؟ الحمد لله السنه البيداغوجيه 2023-2024 عرفت ارتفاع بنسبه 19%، بحيث حصيله التكوين لهذه السنه للمؤسسه التكوينيه التسعه وحتى الدورات التي تم تنظيمها عبر مختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع الغرف مش ازيد من 15000 مهني قاموا بالاستفاده من هذه الدورات التكوينيه في مختلف التخصصات، الصيد البحري، الميكانيك البحري، كذلك ما تربيه المائيات، وحتى كذلك حتى الدورات التكوينيه حسب الطلب. وقمنا بالتنسيق مع شركائنا حتى في وزاره التكوين المهني لتلبيه اسم التخصصات عبر المؤسسات التابعه لوزاره التكوين المهني، وتم تنظيم دورات اخرى لفائده نزلاء المؤسسات العقابيه، هذا في اطار التنسيق مع وزاره العدل، لانه حتى لك في ازيد من 180 من نزلاء المؤسسات العقابيه استفادوا من هذه الدوره التكوينيه حتى يتم في المستقبل ادراجهم ضمن الشباب الذين بامكانهم انشاء مشاريع مش بعد وخروجهم. فيه كذلك حتى تنسيق مع شركائنا في المجلس الاعلى للشباب، لانه اليوم فيه اتفاقيه استراتيجيه تجمعنا بهم من خلال تنظيم دورات تكوينيه لهؤلاء الشباب حتى يقوموا بالولوج في عالم المقاولات وانشاء مؤسسات في مجالات تعنى بالصيد البحري وتربيه المائيات. ايضا القطاع اليوم مفتوح على المؤسسات الناشئه والابتكار والشباب المبدع لديه افكار وحلول ميدانيه وعمليه لمشاكل القطاع. ما هو واقع هذه المؤسسات الناشئه في قطاعكم وايضا الحاضنات الاعمال التي ترافق؟ نعم، الحمد لله اليوم منذ استحداث وزاره تعنى باقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة أو المؤسسة الصغيرة، فيه تنسيق متميز معهم بحيث تعد وزارة الصيد البحري من أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد أو إعطاء اسم علامة مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة أو حاضنة أعمال. منذ انطلاق العمل في سنة 2020 إلى غاية اليوم نحصي أزيد من 78 مشروع مبتكر ومؤسسة ناشئة حاصلين على العلامة. يعمل القطاع على مرافقتهم محليا من خلال المديرية الولائية من أجل تسييد المشاريع، والعديد منهم دخلوا حيز الإنتاج لا سيما من خلال مؤسسات ناشئه في صناعه مختلف مدخلات الصيد البحري وتربيه المائيات التي كنا في السابق نقوم باستيرادها من طرف دول اوروبيه او حتى اسيويه، واليوم هي مصنوعه من قبل طاقات جزائريه وبمدخلات جزائريه. فيه كذلك مؤسسات ناشئه لانتاج صغار الاسماك لا سيما البلطي الذي يعرف طلب كثير، وهذا باستخدام تكنولوجيات حديثه لا سيما مشروع يعتمد على البلطي وحيد الجنس بولايه الجلفه لمؤسسه ناشئه جزائريه. فيه كذلك شباب الحمد لله قمنا بمرافقه لهم، واليوم مؤسسه الناشئه تقوم بانتاج العديد من اصناف الطحالب لا سيما سبيرولين والكلورال في عديد ولايات الوطن، وهي تعد من المواد التي تستخدم في الصناعات الصيدلانيه كمكملات غذائيه وحتى كذلك مصادر متميزه للبروتين. على سبيل المثال مشروع الكرام متواجد بولايه بسكره، مشروع اكوايت متواجد بولايه بشار، والعديد من الشباب
الذين نقوم على مرافقتهم من خلال حتى حاضنات العمل القطاعيه، لانه ما يخفلكش اليوم اسم 78 مشروع مبتكر حسن العلامه، هذا يدل على انه فيه مرافقه على المستوى المحلي، سواء كانت حاضنات خاصه او حتى حاضنات جامعيه او حتى حاضنات قطاعيه، لانه نعم. قطاعنا اليوم نعم. اليوم على مستوى المركز الوطني للبحث والتنميه في الصيد البحري وتربيه المائيات تم استحداث حاضنه اعمال اسمها اكوا انكيوب التي تقوم بمرافقه اصحاب المشاريع المبتكره وحاضنه الاعمال ذات صله بمشي بقطاعنا، ومن خلال تنظيم العديد المسابقات او نعم التظاهرات او حتى الهاكاثون بالتنسيق مع الوزاره التي تعنى باقتصاد المعرفه ومؤسسه الناشئه، تم كذلك حتى استكشاف العديد من الشباب والحاملين المشاريع نعم. في مشي في هذا المجال، ونعمل مشي بالتنسيق في اطار برنامج الاقتصاد الازرق الممول من طرف الاتحاد الاوروبي من اجل مرافقه المكونين، لان اليوم نعمل على خلق فضاء لمرافقه حاملين المشاريع عبر مؤسساتنا التكوينيه نعم. اليوم نكون مكونين في مجال المقاولاتيه نعم. وتم اطلاق برنامج لمرافقه 30 حاضنه اعمال سواء عموميه او خاصه او مش او جامعيه من اجل الاستفاده من هذا البرنامج التكويني نعم. لطيله 6 اشهر ثم يتم فتح المجال لمرافقه وحتى تمويل مشاريع مبتكره في سيدي الكريم. حتى آلية جديدة تم إطلاقها مؤخرا من القطاع هي آلية اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية نعم. ما يخفلكش أنه المهنيين الناشطين عبر السفن من خلال تواصلنا اليومي معهم من خلال الغرف المخصصة للصيد البحري وتربية المائيات، من خلال المحطات المخصصة للصيد البحري وتربية في الموانئ كان فيه انشغال أنهم يرغبون في الاستفادة في من تحسين ومعرفتهم وكذلك حتى مستواهم نعم. تم إطلاق هذه الآليات بناء على تعليمات السيد وزير الصيد البحري منتجة السيدية، لأنه تم فيه إمضاء على قرار وزاري مشترك بين وزارة الصيد البحري ووزارة النقل في 10 أكتوبر 2023 وبعد صدور النص القانوني في شهر مارس، الحمد لله تم إطلاق هذه الآلية واستفادة أزيد من 1500 مهني في مش الدورة الأولى نعم. نعم هذه الآلية تحت إشراف مديريات الصيد البحري وتربية المائيات ل 14 ولاية ساحلية ولجنة التحكيم تحت إشراف مدراء المؤسسات التكوينية 9 التي قمت بشرحها، الحمد لله تقوم ببرمجة دورية لهذه الدورات نعم. وتم تسوية وضعية أزيد من 1500 مهني سواء كانوا في الصيد البحري في كفاءة في الصيد البحري كذلك في كهروميكانيكي أو حتى في قيادة المحركات على متن سفن الصيد البحري. نعود إلى نقطة مرافقتكم للعملية التكوينية للمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال نعم. هل يتم ربط الجسور بين هؤلاء وبين المحيط الاقتصادي والمتعاملين الاقتصاديين وكيف يتجسد ذلك ميدانيا؟ نعم المحيط الاقتصادي هو نقطة انطلاق مش الاحتياجات نعم. لإطلاق مشاريع مبتكرة مؤسسة الناشئة، لأنه الابتكار يبحث حول إشكاليات يبحث حول احتياجات السوق ومن خلال احتياجات المهنيين يتم مرافقة سواء كانوا هم حاملين المشاريع أو طلبتنا نعم. على مستوى المؤسسات التكوينية، لأنه سابقا كانوا يخرجوا طلبة حاصلين على الشهادات ثم يقوموا ببحث حول مناصب شغل، اليوم رانا نكونوا طلبة حاملين مشاريع يتحصل نعم. على شهادته وكذلك يقوم ببلورة الفكرة أو محل انشغال نحو مشروع نفس النهج الحمد لله اللي راه منتهج على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نعم. انتهجنا كذلك مرافقة الشباب حتى يكونوا مقاولين حتى يكونوا أصحاب حلول مبتكرة وكذلك من خلال احتكاكهم الميداني يشوفوا الانشغالات تاع المهنيين ويترجموها على شكل مشاريع مبتكرة مشاريع. على سبيل المثال فيه اسم الشاب من ولاية وهران شاف بلي انه فيه احتياج المهنيين لتقنية جديدة للإنارة ويتم استخدامها لسفن صيد السردين، قام بإطلاق مشروع مبتكر والحمد لله تعمل المديرية والجامعة على مرافقته وقام بالحصول على علامة من اللجنة الوطنية وهو في طور بعث نموذج تسويقي إن شاء الله. نقول أنه المرافقة ليس من
أجل برورة فكرة لكن من أجل تسييدها. تسييدها ميدانيا. نعم ميدانيا سواء كان من خلال تمويل المشروع من خلال صندوق تمويل مؤسسة الناشئة آسف الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة أو حتى آلية دعم مؤسسات الجديدة هي ناسدا مش أنات سابقا نعم. الذي إن شاء الله من خلالها راح يقوم هذا الجهاز بتمويل المشاريع وفق مقاربة اقتصادية وليس مقاربة اجتماعية ونعمل كذلك على تكوين هذا الشباب في الشق الذي يعنى بالمقاولات نعم. لأنه ممكن الشاب يكون لديه معلومات تقنية جيدة لكن بدون التكوين في مجال المقاولاتية ما يمكنش أنه يعمل على تسييد المشروع تاعه نعم. وترجمته وفق أسس مدروسة وعلمية نعم. نعم نعم. إحنا من خلال التلفزيون الجزائري من خلال هذا المنبر نوجه نداءنا إلى كل الشباب حاملي الأفكار المبتكرة أو حتى الرغبة في الاستفادة من التكوينات أنهم يتقربوا من المديرية الولائية يتقربوا من غرف صيد البحر وتربية المائية المنتشرة عبر التراب الوطني يتقربوا من مؤسسة التكوين أو يتقربوا كذلك حتى من الوزارة لأنه راح يصيبوا كل الدعم وكل المرافقة إن شاء الله وحتى كذلك من خلال من شركائنا 30 حاضرين اللي راح يستفادوا من هذا المرافقة بإمكانهم أنهم يتقربوا حتى يلقوا كل الدعم والمرافقة إن شاء الله نعم. كل ذلك سيد قربي في ظل مزايا ودعم تقدمها الدولة الجزائرية تجسد من خلال يعني قانون المالية أكيد قانون المالية سيد الكريمة في هذه السنة في طيته العديد من المزايا لتربية المائيات ولا سيما منح على وقدرها 50 دينار جزائري لكل مهني يقوم بإنتاج سمك البلطي نعم. محليا وفيه شق كذلك يعنى بالصيد البحري من خلال إمكانية استيراد محركات مستعملة أقل من 5 سنوات وكذلك إمكانية استيراد سفن موجهة للصيد التي يفوق طولها 40 متر ويقل سنها عن 5 سنوات هي آليات لم تكن موجودة سابقا نعم. وتم استحداثها من أجل الرفع من الإنتاج والرفع كذلك حتى من تحيين القدرات التقنية لهذه السفن لأنه فيه سفن أنهم يطلبوا أنهم يقوموا بتجديد محركاتهم واليوم الحمد لله الآلية موضوعة والمديرية الولائية تستقبل الملفات وهذا يعد ميزة من الميزات التي مش عمل قطاعنا تحت إشراف السيد أحمد بدني وزير القطاع من أجل استحداث هذه السنة فيه كذلك حتى إعفاءات بخصوص تسويق وتحويل سمك البلطي للمنتجين الوطنيين وفيه في الشق المرافقة سيدي الكريمة نعم. اليوم ما يخفلكش اللي مش نحن على بعد أيام قليلة إن شاء الله من إطلاق حملة سيد طونة من أجل الاستثمار في العنصر البشري سنقوم إن شاء الله بإشراك 30 طالب متربص على متن السفن الجزائرية لسيد طونة حتى نمكن من تكوين الأطقم الجزائرية لحتى يقوموا باكتساب هذه الخبرة من الوسط المهني نعم حتى ضخ يعني هذه الأطر بدماء جديدة من الشباب المكون علميا في نعم. هذه الشعب سيزيد من المردودية بالتأكيد نعم سيدي ممكن أن الجزائر الحمد لله حباها الله بخيرات طبيعية جد مهمة سواء في البحر أو حتى في اليابسة من خلال نعم. المسطحات المائية والسدود لكن رأس المال الكبير اللي نعمل عليه هو الاستثمار في العنصر البشري من خلال الحمد لله هذه السنة البيداغوجية أزيد من 15,000 مهني نعم. والعمليات مستمرة من خلال الدورات التكوينية حسب الطلب سواء في صناعة الأعلاف سواء في صناعة مختلف المدخلات لأنه اليوم نشجع كل ما هو منتوج وطني كل ما هو منتوج وطني بمدخلات جزائرية وحتى كذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار يتم استحداث العديد من المناطق النشاطات لاستقطاب أو استقبال هذه المشاريع على سبيل المثال ولاية سكيكدا التي تعرف تسجيل مساحة جد معتبرة لاستقبال العديد من الراغبين في الاستثمار من خلالكم نجولهم اسم الدعوة نعم. أنهم يقوموا بتحضير أنفسهم من أجل إيداع ملفاتهم في هذه المنصة نعم.
التي تشمل ازيد من 5 محاور للنشاطات، ولا سيما انتاج المدخلات في الصيد البحري وتربيه المائيه. وكل ذلك سيساهم في رفع نسبه الادماج الوطني في هذه المشاريع الاستثماريه، وينعكس على الوفره والوفره يعني الاسعار ايضا، والاسعار بصفه مباشره. صحيح سيد قربي، استراتيجيه ادماج تربيه المائيات في القطاع الفلاحي كيف تقيمونها، وهل هي بالنجاعه المطلوبه في الشمال وفي الجنوب ايضا الذي نراهن عليها؟ نعم، الحمد لله تم امضاء اتفاقيه اطار ما بين وزاره الصيد البحري ووزاره الفلاحه في مطلع شهر جونفي، والتي تحمل في طياتها العديد من التحفيزات لادماج التربيه السمكيه المدمجه مع الفلاحه، والنماذج الحمد لله متميزة. مش على سبيل المثال مشروع لتربية البلطي متواجد بولاية خنشلة عبر مزرعة تابعة لمؤسسة كوسيدار العمومية، والتي أعطت نتائج جد باهرة، وتقوم بتزويد حتى الولايات مش الشمالية بسمك البلطي. هذا النموذج تكرر بالعديد من الولايات، على سبيل المثال ولاية عين تيمشن، ولاية بسكرة، وبخصوص هذه التجربة ما بين الولايات الشمالية أو الهضاب العليا أو حتى أقصى الجنوب، العملية تسير بصفة مش متميزة. وهذه الامتيازات المالية التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024 حفزت العديد من المهنيين، لا سيما الفلاحين الذين يمكن أحواض لأكثر من 1000 متر مكعب، أنهم يقوموا بإدراج تربية السمك البلطي. مش فئة الأحواض التي حتى البراهين العلمية أبرزت أنه المياه المستخدمة في السقي التي تأتي من أحواض تربية الأسماك تعد غنية بالعناصر العضوية، ولديها أثر إيجابي حول تقليل من استخدام الأسمدة الكيميائية، وكذلك هي مردود ثانوي للفلاح، لأنه كانت سابقا أحواض فارغة غير مستغلة مباشرة من البئر إلى الأحواض، من الأحواض إلى المزروعات المختلفة، لكن من خلال التجارب ومن خلال حتى الإعلام، من خلال حتى كذلك الومضات الترويجية والتحسيسية التي نقوم بها سواء الناس مع غرف الصيد البحري أو غرف الفلاحة أو مختلف تظاهرات المنظمة على سبيل المثال اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، هذه النماذج حفزت العديد من المهنيين، وإن شاء الله حتى في استراتيجيتنا من خلال استغلال هذه الأحواض سنقوم بالرفع من الإنتاج لا سيما اسم سمك البلطي، لأنه سمك البلطي متحكم فيه تقنيا. المدخلات محلية موجودة. الأحواض هي جزائرية، الأسماك أو صغار الأسماك البلطي هي منتجة محليا، وحتى كذلك الأعلاف مش مصنعة محليا بمدخلات جزائرية، وآلية التسويق الحمد لله كانت لنا فرصة في شهر رمضان من خلال الأسواق الجوارية، وين المواطن الجزائري دخل سمك البلطي في الاستهلاك الجزائري، وحتى الأسعار تاعو هي أسعار كانت جد في المتناول. نعم، وفي هذه النقطة بالذات سيد قربي يعني لاحظنا تغير وتحسن في الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن الجزائري مؤخرا، إذا ما قارنا في السنوات أو الأعوام السابقة، وحتى اللجوء إلى هذه الأسماك التي تربى في المياه العذبة تغيرت وجهة النظر، لأنه هناك ما كان يشك في قيمتها الغذائية. الحمد لله من خلال التجارب التي تمت من طرف القطاع وإدراج هذه الأسماك من المنتج إلى المستهلك مباشرة عبر مختلف النقاط المتواجدة وعبر مختلف الغرف الولائية والمديريات، من خلال كذلك حتى الأسعار التنافسية التي عرفت هذه المنتجات، ومن خلال حتى الإعلام لأنه راه يساهم بصفة كبيرة للتعريف بهذه المنتجات والقيمة الغذائية تاعها. الحمد لله المواطن كيسيب الوفرة، كيسيب حتى كذلك يقوم بشرائه، وحتى سهولة في عملية التحضير أكيد تعطي نتائج اسم جد مهمة، وخير دليل على اسم ذلك لأنه طلبات المتزايدة على هذا المنتج، وكذلك حتى الطلبات من ناحية برمجة الدورات التكوينية في هذا المجال. واليوم الحمد لله المنتجات هذه كذلك وسلسية مسمك البلطي راه يدخل حتى في ضمن الوجبات التي سيتم أو يتم حاليا تقديمها على مستوى المؤسسات الجامعية لدى الطلبة، وإن شاء الله من خلال كل هذه التحفيزات المنتج هذا أو سمك البلطي
يدخل كمنتج مكمل لوفرة المنتجات الصيدية، لأنه سمسمك السردين يعرف فترة وفرة من شهر ماي جوا مش الى غايه ما شهر سبتمبر، في هذه الفتره اسمها كل المنتجات الصيديه ممكن متوفره، لكن في فترات اخرى سنقوم بتعزيز اسمها تواجد سمسمك البلطي في اطباق المواطنين الجزائريين. وكما قلت لك الوفره ينعكس على على اسعار تنافسيه، وعلى كذلك حتى مش امكانيه للرفع من حتى نسبه الاستهلاك المواطن الجزائري للمنتجات الصيديه. نبقى دائما في نقطه التكوين سيد قربي، توقيع اتفاق مع مختلف المعاهد لتحسين مستوى التكوين وتطويره، إلى مدى هذا يساهم في الجودة، في الإقبال على ربما حتى الاستثمار في هذا المجال ما دام التكوين متوفر وما دام البحث العلمي تثمن نتائجه في الميدان؟ الحمد لله، اليوم مؤسسة اسمها التكوينية كما قلت لك هي من احد الركائز التي يتعمد عليها القطاع، لانه احنا قطاع مباشره سواء يكونوا مهنيين في الصيد البحري او مهنيين في تربيه المائيات او مهنيين في بعض سلاسل القيم ذات صله بالصيد البحري وتربيه المائيات. التكوينات سواء التي يقوم القطاع بتوفيرها من خلال المؤسسات التكوينيه التسع او من خلال حتى اتفاقيات تجمعنا بوزاره التكوين المهني في بعض التخصصات لما لديهم من انتشار عبر التراب الوطني، او حتى كذلك دورات التكوينية مش يتم تنظيمها بالتنسيق مع شركائنا في وزارة الفلاحة، هي استجابة لاحتياجات السوق وتثمين نتائج البحث او حتى تثمين مختلف المحطات الموجوده عبر التراب الوطني، سواء كانت لانتاج صغار الاسماك او حتى كذلك لتربيه الطحالب او حتى كذلك لتربيه الجمبري. هو فضاء يقوم الطلبه او المتربصون سواء كانوا عبر مؤسساتنا او حتى كذلك عبر مؤسسات تابعه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي من اجل اجراء تربصات، لانه ما يخفى لكش الحمد لله فيه تنسيق متميز مع وزاره التعليم العالي البحث العلمي، وعلى سبيل المثال المدرسه الوطنيه العليا للصيد البحري وتربيه المائيات تقوم ببرمجه العديد من التربصات الميدانيه لطلبتهم، والمحطات التجريبيه او حتى المراكز التابعه للمركز الوطني للبحث والتنميه في الصيد البحري تعرف اقبال العديد من الطلبه على هذه المحطات التجريبيه. نعم، على هذه المحطات التجريبيه المنتشره عبر التراب الوطني سواء كانت في ولايه اسم شماليه او حتى ولايه اسم جنوبيه بقايس بولاية بشار. اليوم التنسيق مع مش مع الشركاء المهنيين الحمد لله شيء واجد، وعقب ذلك حتى التنسيق مع شركائنا في وزارة التعليم العالي. اليوم التكوين يعد حلقة من الحلقات الداعمة للقطاع، سواء كانت في تخصصات معينة أو تخصصات عامة تعنى بالميكانيك أو تعنى بالصيد. شكرا جزيلا لك سيد منير أو محمد منير قربي، مدير فرعي للتكوين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، على كرم الحضور وعلى هذه الاستفادة. شكرا سيدي الكريم، شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا مشاهدينا، إلى استوديو الأخبار ونشرة مفصلة بأهم الأنباء الوطنية والدولية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل، مباشرة إلى فعاليات دورة الجزائر الدولية للدراجات في مرحلتها التاسعة والتي امتدت من مدينة سكيكدا إلى مدينة عنابة. في هذه المتابعة للزميل بلال بوزيدي. نعم، مرحبا، تحية رياضية لجميع مشاهدينا الكرام. إذن قبل قليل وصلت قافلة الدراجين إلى مدينة عنابة بعدما انطلقت من مدينة سكيكدا في مرحلتها التاسعة، والتي عرفت ظروفا استثنائية تدخلت في سباق الدراجين اليوم على مستوى مدينة عزابة. كان هنالك سقوط جماعي للدراجين، ما اضطرت اللجنة المنظمة ورئيس لجنة التحكيم إلى التوقف الاضطراري تلقي العلاجات اللازمة والاضطرارية للدراجين بسبب سوء الأحوال الجوية والتي الأمطار الخفيفة التي أثرت على الطريق وسببت انزلاقات حتمت على القائمين على هذا السباق الدولي إلى التوقف الاضطراري. أما فيما يخص الوصول إلى خط النهاية فقد حافظ حمزة ياسين على القميص الأخضر ودخل أولا في هذا السباق بعدما تم احتساب الانطلاق الرسمي من على بعد 30 كيلومتر فقط من مدينة بالرحال تحديدا.
أما فيما يخص الأقمصة فلن يكون هنالك أي جديد، وسيتم احتساب الأقمصة المرحلة السابقة لهذه الظروف التي تدخلت اليوم، ولا يمكن احتسابها في الترتيب العام. لذلك يبقى القميص الأصفر وباقي الأقمصة على ما هي عليه في المرحلة السابقة. أما الغد ستكون المنافسة مشتعلة جدا فيما يخص المرحلة الأخيرة التي ستكون من عنابة إلى قلمة، وعليه سيكون هنالك الاحتساب الحقيقي للترتيب العام ومعرفة من سيكون عروس الملكة الصغيرة في هذه الطبعة 24 التي تنظمها الجزائر، ومعرفة صاحب القميص الأصفر في هذه المنافسة. شكرا للزميل بلال بوزيدي على هذه المتابعة. الأكيد سيتم التواصل مع كل فريقنا المتابع لهذه الدورة في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة ومحطاتنا الرياضية أيضا. مشاهدينا الأفاضل، في تجربة هي الأولى من نوعها نجحت مستثمرة أجرولينا في زراعة القمح الصلب الموجه للبذور بدائرة برج عمر إدريس بولاية إليزي، حيث من المتوقع أن يصل المحصول إلى 65 قنطارا في الهكتار الواحد، نتيجة إيجابية ساهمت في تحقيقها التربة الجيدة ووفرة المياه الجوفية، إضافة إلى المرافقة الميدانية للسلطات المحلية في دعم وتشجيع المستثمرين. نتابع هذه المراسلة. شكرا لكم. فعلا ولاية إليزي وعلى غرار عديد ولايات الوطن ولايات نموذجية في المجال الفلاحي، نحن هنا بمستثمرة جديدة وأول إنتاج نموذجي في إنتاج القمح الصلب، مستثمرة أجرولينا بولاية إليزي بالضبط بمنطقة روض النصل. للحديث أكثر عن هذا الاستثمار الجديد هنا بولاية إليزي يحضر معنا مدير المصالح الفلاحية لولاية إليزي أحمد إبراهيم. مرحبا بكم سيد المدير. أكيد تحديات كبيرة تبذل من قبل الدولة دائما في توجهها الجديد ضمن التوجه الاقتصادي وهو الاهتمام أكثر بالمجال الفلاحي، ماذا عن هذه المستثمرة الجديدة أو هذا التحدي الجديد في ولاية إليزي؟ شكرا على اللقاء. المستثمرة الجديدة تاع أجرولينا راهي داخلة ضمن السياسة اللي تنتهجها الدولة، خاصة استراتيجية اللي قامها رئيس الجمهورية من خلال استحداث ديوان تنمية الزراعة الاستراتيجية على مستوى المنيعة لوداس، وهالمستثمرة داخلة ضمن 5 محيطات في هذه المنطقة اللي هي روض النص بلدية برج عمار إدريس، اللي تتربع على مساحة حوالي 71.500 هكتار، وزع منها 28.35 هكتار على 30 مستثمر في هذه المنطقة، اللي في القريب المدى المتوسط رايحة تكون قطب فلاحي بامتياز بالنسبة لولاية إليزي، وخاصة في الزراعة الكبرى التي تتمثل في الحبوب والأعلاف والدمجها بالتربية الماشية. أول مستثمرة اللي بدأت في الميدان في خلال 11 شهر شهدنا البداية نتاعها، وشهدنا اليوم حملة الحصاد والدرس في تخصص الحبوب قمح الصلب الموجه لإنتاج البذور، وربما هذا يكون حافز لباقي المستثمرين باعتبار هذه الأرض أرض معطاءة أو أرض ثرية دائما فيما يخص هذه المنتوجات الاستراتيجية بالنسبة للوطن. حافز جد وهام للمستثمرين اللي مازال ما بدوش، وخاصة إشراف سيد والي الولاية والسلطات المحلية على هذه حملة الحصاد والمرافقة طيلة 11 شهر، هذا يعطي حافز أكبر للمستثمرين الآخرين كي يشوفوا مرافقة السلطات المحلية وتقديم جميع التسهيلات لجميع الرخص. إن شاء الله رايحين يكونوا نتائج جد ومطمئنة في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم مدير المصالح الفلاحية لولاية إليزي أحمد إبراهيم. يحضر معنا أيضا رئيس الغرفة الولائية الفلاحية بولاية إليزي محمد غومة. مرحبا بكم سيد محمد غومة. أكيد تحديات كبيرة مثل ما أشرنا تبذل دائما من قبلكم للنهوض بالقطاع الفلاحي هنا بمناطق أقصى جنوب الوطن. طبعا الغرفة الفلاحية هي هيئة مساعدة أو مرافقة واستشارة تتعلق بالمجال الفلاحي، ونحن في هذا المجال قدمنا يد المساعدة لهذا المستثمر بالذات، وهو سوف يكون نموذج لولاية إليزي، ومن خلاله إن شاء الله سوف يعرف الكثير من المستثمرين أنه هناك دعم فعلي وهناك مرافقة فعلية ويد ممدودة من طرف السلطات المحلية،
وكذلك التوجه الخاص لرئيس الجمهورية لأمن الغذائي بالمنطقة يعني للوطن، وهذا مجهودات كبيرة بذلت من أجل ترقية هذه المستثمرة ودعمها من كافة السلطات المحلية من أجل يعني خلق نموذج في هذه المستثمرة ليكون إنارة ويكون قدوة لكافة المستثمرين القادمين لولاية إليزيو. من خلاله ندعو كافة المستثمرين للتواجد والاستثمار، ونؤكد لهم المرافقة يعني والسرعة في كل ما يتعلق بإنجاز وتأييقهم ومرافقتهم في هذا المجال. وشكرا. وهي أرض ربما بالإضافة إلى خصوبتها واهتمامها أيضا بالجانب الفلاحي أكيد فيه وفرة كبيرة في المياه الجوفية هنا. أكيد هي منطقة أصلا تمتاز بهذا الحوض، معروف يعني في المجال أنه حوض مائي يعني يحتوي من هذه المنطقة إلى غاية عين صالح، مرورا بمنطقة تنزروفت إلى غاية هذه المنطقة بولاية إليزيو. هذا الحوض مائي معروف يعني به مياه وفرة وتربة خصبة وتربة مستوية يعني غير فيها خلطة من التربة والرمال، ولا تتواجد به يعني كثرة الحجارة يعني في السهولة أنه يحط أي محاور في يومها تكون في حالة عمل بدون يعني نفقات زيادة على تنظيف من الحجار. شكرا جزيلا لكم محمد دغومة رئيس الغرفة الفلاحية لولاية ليزي. هكذا هي التصيل نازجر بالإضافة إلى كونها أو ولاية ليزي بالإضافة إلى كونها ولاية اقتصادية بامتياز من خلال توفر العديد من الشركات النفطية بهذه الولاية، وكذلك باعتبارها وجهة سياحية بامتياز تنتقل هذه المرة إلى الجانب الفلاحي باقتحامه بكثرة خاصة ما تعلق بإنتاج الحبوب بنوعيها. هكذا هي أرض التصيل نازجر، أرض معطاء ومنتجة لمختلف غلال الأرض. شكرا للزميل إبراهيم بالخير على هذه المتابعة ولضيفه الكريم على هذه الاستفاضة. متواصلون دائما معكم ضمن فضائكم الإخباري ما بعد المنتصف. آخر ملف سنتحدث فيه عن انطلاق عملية الإحصاء العام للفلاحة أمس بهدف جمع كل المعطيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي ضمانا للتنمية المستدامة، وأيضا دعما للإجراءات المتخذة والمرافقة لتعزيز الزراعات الاستراتيجية في البلاد. للاستفاضة نسعد كثيرا باستقبال الدكتور العربي غويني المحلل الاقتصادي. مرحبا دكتور غويني وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وشكرا للدعوة الاستفاضية. دكتور غويني، نتحدث بداية عن أهمية هذه العملية التي تأتي بعد غياب أكثر من 23 سنة على آخر عملية، أهميتها بالنسبة للسياسات التنموية وبالنسبة للفلاحين في حد ذاته. نعم، كما تفضلتي، بعد 23 سنة قررت الدولة في هذه السنة أن تكون عملية الإحصاء العام لمختلف المحاصيل الزراعية التي تحتاجها البلاد. الإحصاء الزراعي بمثابة الأساس، حجر الأساس الذي تبنى عليه النظر الاستشرافية وتبنى كذلك عليه استراتيجية القطاع الفلاحي. لا يمكن ولا يعقل من حيث المنطقة الاقتصادي أن نبني استراتيجية تطوير القطاع الفلاحي دون أن نملك الإحصاء. صحيح. الإحصاء الاستراتيجية تبنى على الإحصاء. القرارات الرئيسية والقرارات نحن نتحدث عن الزراعات الاستراتيجية، إذا نحن نتحدث عن القرارات الاستراتيجية لابد أن تبنى على معلومات دقيقة، هذه المعلومات مصدرها عملية الإحصاء. الفائدة من الإحصاء العام، أول المستفيدين من الإحصاء هو الفلاح والموال. أكبر المستفيدين، أقول لك أكبر المستفيدين الفلاح والموال وسوق المحاصيل الزراعية. صحيح. الذي يستفيد من الإحصاء هم الأولى بهذه الإحصاء. لماذا؟ لأن عملية الإحصاء تمكن الدولة من اتخاذ قرارات تكون في صالح الموال وفي صالح الفلاح وحتى في صالح المستثمر الذي يستثمر في القطاع الفلاحي. عندما تريد الدولة أن تمول السوق مثلاً
باللحوم بالإنتاج أو بالقمح لابد أن تنطلق من منطلقات يوفرها الإحصاء حتى لا تضر بمصلحة من المصالح. عندما مثلا أعطيك مثال، أرادت الدولة أن تستورد اللحوم لابد أن تستورد اللحوم التي يتطلبها الطلب المحلي. صحيح. إذن بناء الطلب المحلي يتم على أساس انطلاقا من الإنتاج المحلي والكمية الناقصة نحاول استيرادها منه. إذا لم يبنى على هذا، إذا لا يبنى على من هذا المنطلق، ما معنى ذلك؟ معنى أننا سوف نضر بمصلحة الموال، وبالتالي لا يستطيع أن يبيع الموال منتوجه إلى السوق. نفس الشيء بالنسبة للمصالح الزراعية. اثنين، في حالة حدوث كوارث طبيعية لا قدر الله، لا يمكن أن تعوض الدولة أو أن تقف الدولة أمام الفلاح أو أمام الموال دون أن تعلم جيدا ما يملك هذا الفلاح أو ما يقدم هذا الفلاح من محاصيل. وبالتالي ما معنى ذلك؟ معنى أن بناء الاستراتيجية التي تريد الدولة أن تطور القطاع الفلاحي لابد أن ينطلق من الإحصاء. وبالتالي المعني بالأمر الأول المعني بالأمر هو الفلاح والموال والمستثمر، كذلك المستثمر في القطاع الفلاحي معني بعملية الإحصاء، إذن لابد أن يساهم. هذه نقطة. نقطة ثانية، في المقابل نجد أن الدولة في مدة عامين أو ثلاث سنوات أولت اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي. صحيح. دعمت، رافقت، وتسهر حتى، أقول لك تسهر حتى على تصريف المنتجات الفلاحية، تضمن حتى تصريف المنتجات الفلاحية. نعم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الدولة ترعى رعاية حقيقية للفلاح وللموال، وبالتالي ترعى مصلحته، وبالتالي مصلحة الفلاح ومصلحة الموال تكمن في تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة للمصالح حتى يمكن بناء استراتيجية ترفع من هذا القطاع وتطور هذا القطاع. إذا وصلنا إلى النتيجة تطوير هذا القطاع، من المستفيد من تطوير هذا القطاع؟ أليس الفلاح والموال؟ إذن حان النقطة الثالثة، نحن نشهد تحولا حقيقيا، نشهد كذلك حركية في القطاع الفلاحي، ونشهد كذلك إرادة حقيقية للدولة. صحيح. ولأول مرة أقول لك أننا نشهد إرادة حقيقية للدولة من أجل دعم الفلاح والموال والوقوف بجانبه، وهذا في حقيقة ما نلمسه في أرض الواقع. وبالتالي عملية الإحصاء لا بد أن يشارك فيها الجميع، لأن نجاح عملية الإحصاء تؤدي حتما إلى تطوير القطاع الفلاحي. وتأكيد أيضا من السلطات العليا في البلاد دكتور غويني على أهمية هذه العملية، عملية الإحصاء، والرهان على المنظومة الإحصائية ضمانا للأمن الغذائي، ضمانا أيضا للتنمية المستدامة. نعم، شوف عنوان الإحصاء أو الماء شعار معلومة دقيقة تنمية مستدامة، بطبيعة الحال لا يمكن، لأن لا يمكن أن نبني استراتيجية في التنمية المستدامة دون أن ننطلق من معلومات دقيقة. في السابق لم نكن، تخيلي معي، لم نكن نملك المعلومة الدقيقة، وكنا نخطط ونضع الاستراتيجيات بدون أن نملك المعلومة. إذن لما نتحدث على تطوير القطاع الفلاحي بكل شعبه وبمختلف محاصيله، ينطلق لما نتكلم احنا على التخطيط باش نوصل بهذا القطاع إلى تطويره، وبالتالي إذا طورنا هذا القطاع معناه أننا نطور أداء الفلاحين والموالين. نعم. إذا لابد أن تعرف، أن نعرف ما نملك من في هذا القطاع، وما نملك من مثلا في 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 يتعلق الأمر بعدد رؤوس الأغلام، عدد رؤوس الأبقار، المحاصيل الزراعية، ما هي قدراتنا في عملية الإنتاج، حتى نخطط تخطيطا سليما يؤدي حتما إلى تطوير هذا القطاع. وبالتالي إذا تم تطوير القطاع الفلاحي بناء على الإحصاء، على المعلومات الدقيقة، نصل في النهاية نصل إلى تنمية مستدامة. هذا التنمية المستدامة سوف تؤدي، لما الكثير يتحدث عن التنمية المستدامة، التنمية المستدامة وشن؟ هي أن يستفيد كل مواطن جزائري بحياة كريمة
فيها تقريبا في كل المجالات. احنا التحدي الذي كان قائما وما زال قائما هو تحدي الأمن الغذائي، تحدي الأمن الغذائي، وتعرفين جيدا ما فعلته الحرب الأوكرانية الروسية وما أثرت على تمويل العالم، ليس فقط الجزائر، تمويل العالم بالحبوب القمح وغيره. وبالتالي معناها أصبح لزاما، وهذا في حقيقة الأمر ترجع إلى فطنة وذكاء والذكاء وحكمة السيد رئيس الجمهورية في تسيير هذه الملفات. حتى أصبحتم في التلفزيون تتحدثون عن الزراعات الاستراتيجية. صحيح. كلمة استراتيجية ما معنى ذلك؟ معنى أن هذه الزراعة لها مكانة كبيرة في استراتيجية السيد رئيس الجمهورية من أجل الوصول إلى تحقيق أولا الاكتفاء الذاتي. وإذا حققنا الاكتفاء الذاتي ما معنى ذلك؟ معنى أننا حققنا الأمن الغذائي. تخيلي معي أن العديد من الدول بعد أزمة كورونا وروسيا عانت كثيرا من عملية تموين أسواقها ومخابزها وتموين مواطنيها بالقمح وبما يسمى بتمويل القمح والخبز إلى غير ذلك. أنها كان هناك دول عانت أزمة كبيرة في عملية التموين إلا الجزائر كانت بعيدة عن أزمة الغذاء في العالم. لماذا؟ كانت تدير مسألة التوريد، مسألة التوريد وعملية الإنتاج كانوا يمشوا بالتوازي. ما معنى ذلك؟ معناه كان هناك إنتاج، كان دعم لعملية إنتاج القمح اللين والقمح وكان في نفس الوقت كذلك استيراد ما يكفي. ما يكفي له. إذن بنينا مخزون الأمان، استطعنا أن نسير هذه الأزمة، وبشهادة منظمة الفاو للجزائر بأنها من بين الدول التي حققت الأمن الغذائي. الآن هل نقف في هذا المبنى؟ فينا قال خلاص احنا في 2023 حققنا الأمن الغذائي ونحبس؟ لا. الأمور مستمرة. لأن علاه؟ لأن المتغيرات، هناك متغيرات عالمية وإقليمية ودولية أقول لك متسارعة، وبالتالي أن هناك جهود كبيرة جدا. أستسمعك دكتور العربي غويني، نواصل النقاش بعد أن يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة والضواحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. قبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة لاستكمال النقاش مع ضيفي الكريم الدكتور العربي غويني حول أهمية هذه العملية الإحصائية كعملية وطنية ضخمة اليوم تستدعي حتى من الفلاحين أن يكونوا نزهاء في الإدلاء بما يملكون، وهذا يعني كمعلومات دقيقة للدولة وحتى الدولة تستخدمها لما تشارك في محافل دولية في القطاع الفلاحي. نعم، لابد أن يشارك الفلاح والموال بإعطاء الأرقام الصحيحة والدقيقة. نعم. لأن كما سلفت الذكر أن ذلك سوف يعود بالنفع والفائدة للفلاح والموال والمستثمر قبل أن يعود الفائدة للاقتصاد الوطن. لأن عليه لما نشوف هذه 4 سنوات الأخيرة استطاعت الدولة واستطاعت السيد رئيس الجمهورية أن يبني جسور الثقة. نعم. بينه وبين المواطن. ولما نقول لك المواطن أنا أتحدث في هذا المقام أو في هذا المقام عن الفلاح وعن الموال. نعم. كل ما تعهد به السيد رئيس الجمهورية في صالح الفلاح وفي صالح الموال تحقق على أرض الواقع، ونحن ننظر نشاهد هذه الآثار. نعم. وبالتالي في مشاركة الفلاح والموال والفئات المعنية وكل الفئات المعنية بهذه الإحصاء ضروري جدا أن يقدموا المعلومات الدقيقة والصحيحة، لأننا بصدد بناء استراتيجية لتطوير القطاع الفلاحي يعود، أقول لك وأؤكد على هذه المعلومة، يعود بالفائدة على الفلاح وعلى الموال وعلى المستثمر قبل أن يعود على اقتصاد العرب. نعم. الآن لما تشوفي الامتيازات الموجودة والمناخ الملائم الذي تم تنقيته فبقى في المناخ وفي البيئة بقى الفلاح الحقيقي والموال. صحيح. الحقيقي والمستثمر الحقيقي. نعم. بعد بطبيعة الحال بعد جهد ومعركة الآن ننتظر في هذه المعركة، معركة الإحصاء في هذه العملية. نعم. أن يساهم كل على حسب تخصصه وعلى حسب مكانته وعلى حسب ما يملك أن يساهم بالمعلومات الدقيقة. نعم. حتى تتحرك المصالح الفلاحية ألا وهي وزارة الفلاحة حتى نستطيع أن تكون لنا رؤية استراتيجية. نعم. لبناء اقتصاد دولة، اقتصاد دولة أختي الفاضلة الذي الآن بسدد السيد رئيس بناء اقتصاد دولة. نعم. لا يبنى على المعلومات الغير دقيقة، لا يبنى على الأرقام التقريبية التضليلية أحيانا. أقول لك التضليلية. لا أقول التقريبية. نحن كنا نبني الاقتصاد على أرقام تضليلية، كل المؤشرات التي كانت في السابق كانت مؤشرات معناها غير صحيحة وغير دقيقة. الآن أصبحنا نتحدث عن اقتصاد المعرفة. نعم. نتحدث عن البحث العلمي، نتحدث عن الشفافية، نتحدث عن المقومات التي يقوم بها الاقتصاد الدولة. نعم. إذا حان الوقت الآن أن تمر عملية الإحصاء العام، ولما نقول لك أن 23 سنة معناها مدة كبيرة جدا لم نكن نملك فيها قاعدة معلومات فيما يخص القطاع الفلاحي. زيد هذه نقطة. النقطة الثانية أقول لك أن المحرك. نعم. الأساسي والرئيس في عملية التنمية المستدامة هو القطاع الفلاحي. صحيح. الغذاء هو الأساس. إذا نجح القطاع الفلاحي، أقول لك إذا نجح القطاع الفلاحي فإن باقي القطاعات، القطاع الاقتصادي، القطاع الصناعي، قطاع الخدمات. نعم. سوف يتحرك حتما حاليا. نعم. حاليا هذه النقطة الثانية أن الجزائر والحمد لله تملك المقومات الأساسية والرئيسية لتطوير القطاع الفلاحي، ما لا تملكه العديد من الدول. لو كان نشوفه
ونبدأ ندرسه في مقوماتنا. شوف الآن فقط الروبورتاج على إليزي وما قدمته هذه المنطقة في ظل في ظرف وجيز. الآن عبك تطوير القطاعات النسرة الآن الناس تتكلم على 5 على 10 سنوات، مش تتكلم على إحنا 4 سنوات أو 3 سنوات استطعنا أن نحقق ما عجزت عليه العديد من الدول. شوفوا مثلا شوفوا أضرار، مدينة أضرار، ولاية أضرار، ولاية بسكرة، ولاية معناها الولايات الجنوب أصبحت تساهم واتسوف تحولت إلى أقطاب ومستثمرات فلاحية بمعايير عالمية. هذه كيفاش تحولت؟ لو كان هذا الناس ما صابوش ما وجدوش أن هناك رعاية خاصة من لدن الدولة صحيح. لا يمكن أن تنجح هذه المستثمرات ولا يمكن للقطاع الفلاحي أن يتطور. روحوا نشوفوا الآن مثلا مساهمة، لأن نتكلم بالمؤشرات، لو كانت تشوفي مساهمة أكبر مساهمة، لا نتحدث على قطاع المحروقات إنما أتحدث عن القطاعات الاقتصادية. عندما نتحدث على القطاع الفلاحي من أكبر المساهمين في الناتج الإجمالي صحيح. أكبر قطاع يلبي الطلب المحلي هو القطاع الفلاحي. أكبر قطاع كان قائما في ظل كورونا هو القطاع الفلاحي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا نشهد خلال 4 سنوات وكان نشوف الإحصائيات والمنحنيات نجد أن معدلات النمو في القطاع الفلاحي بدأت ترتفع. هذا الارتفاع دل على شيء، أن هناك عناية خاصة، رعاية خاصة، إرادة خاصة، وكذلك قابلية أو قبول أو دخول أو انضمام الفلاحين والموالين في المسار التنموي. شوف حتى تقريبا القرارات الاستراتيجية صحيح في القطاع الفلاحي، تدري من الذي يقرر في القرارات الاستراتيجية؟ يشارك في القرارات الاستراتيجية الفلاح والموال، أصبح يشارك في بناء استراتيجية القطاع انطلاقا من احتياجاتهم الحقيقية. هذا الأمر الذي أصبحنا فيه بعدما كنا همش الفلاح الحقيقي وهمش الموال الحقيقي إلى غير ذلك. إذن أصبح هؤلاء يمتلكون مكانة في هذه الاستراتيجية، وبالتالي الآن اليوم ملزمون بأن يساهم مساهمة فعالة في إنجاح عملية الإحصاء، لأن عملية الإحصاء كي نكملوا الاستاتيستيك سيدي استاتيستيك أرقام صح. هذه الأرقام اللي راح نكملوا معنا أرقام راح تمس كل الشعب المتعلقة بالقطاع الفلاحي، كل الشعب راح نصل إلى أرقام. انطلاقا من هذه الأرقام سوف تكون هناك قرارات، لا أقول مصيرية وإنما قرارات استراتيجية. تخيلي معي إذا لم تبنى هذه القرارات الاستراتيجية على إحصائيات دقيقة وصحيحة وحقيقية سوف نضر. ومن الذي يتضرر بالقطاع؟ الفلاح الذي هو الحلقة الأقوى في الأمن الغذائي، الغذائي. وبالتالي معناه الآن ليس هناك حجة وليس هناك مبرر للفلاح وللموال الذي شوف لما تشوفي الدولة في بلك من القلائل من الدول التي تقف مع الفلاح والموال في المصائب. الآن لما تشوفي مثلا الدولة عندما مثلا مشكل الجفاف، الحرائق، العديد من الكوارث الفلاحية، كل الفلاحين تم تعويضهم بقرار مستعجل من طرف رئيس الجمهورية. تم ترخيص، هناك امتيازات للقطاع الفلاحي تحصل على ذلك. من بين هذه الامتيازات المكننة، يمكن استيراد المكننة حتى ولو أقل من 10 سنوات. الفائدة، كاين هناك عدة أنواع من القروض الرفيق، وكاين معناه تنعدم أسعار الفائدة في بعض القروض. معناه أن لو نقارنوا بين الامتيازات التي يتحصل عليها الفلاح والموال مقارنة بالقطاعات الأخرى الاقتصادية الأخرى، نجد أن القطاع الفلاحي والفلاح والموال هم من يتحصلوا على أكبر امتيازات وأكبر دعم. هو أكبر دعم. وبالتالي وبالتالي ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لا بد أن نصل فيه بإذن الله، أن نصل في نهاية هذا الإحصاء اللي يدوم 2 شهرين أن نحصل أن نتحصل على معلومات يساهم فيها
معلومات دقيقة وإحصائيات دقيقة يساهم فيها الفلاح والموال والمستثمر حتى نستطيع أن نبني استراتيجية، لأننا أصبحنا أختي الفاضلة لا نتحدث عن عام ولا عامين، نحن بدأنا نرسم استراتيجية 5 سنوات أو 10 سنوات. نعم، يعني حتى بوادر المبشرة بالخير في التوقعات التي ترافق المحاصيل الزراعية في الجنوب كما لاحظنا دكتور غويني. طيب، التزامنا تجاه الهيئات الدولية المختصة في المجال الفلاحي أو الأمن الغذائي، إذا لم نقدم إحصائيات دقيقة سينعكس ذلك سلبا على الحال. شوف، في سنوات عدة، تقريبا 10 سنوات، كنا نعاني كثيرا من مسألة المعلومات الدقيقة، وكانت الهيئات الدولية والمؤسسات الدولية تعاتب الجزائر على عدم الدقة في بل بالعكس أقول لك شيئا آخر، أن حتى المعلومات ما في الداخل داخليا ما بين الهيئات الداخلية الوطنية هناك تضارب حتى في المعلومات الإحصائية. لما جاء السيد رئيس الجمهورية إلى الحكم، لا، من بين الأشياء التي حاربها هي مسألة التضارب في الإحصائيات وفي الأرقام، لأنه لا يمكن أن نبني استراتيجية وأن يوفي بالتزاماته دون أن ينطلق من قاعدة معلومات وإحصائيات دقيقة. وبالتالي التي الآن شوف، لما نتحدث هنا قال لك في مثلا تحدثنا على 5 ملاير خارج قطاع المحروقات في الميزان التجاري، خارج في الصادرات تحدثنا على 7 ملاير، تحدثنا على 11 مليار، ونحن سوف نتحدث على 13 مليار دولار خارج قطاع المحروقات في 2024. من جاتنا هذا اللي قالنا؟ بنينا هذه الإحصائيات على قاعدة معلومات شارك فيها القطاع الصناعي. قطاع الفلاحي. شكرا جزيلا لك الدكتور العربي غويني المحلل الاقتصادي على كرم الحضور وعلى هذه الاستفاضة. وصلنا مشاهدينا الأفاضل لختام عدد اليوم من ما بعد المنتصف، شكرا لكم والسلام عليكم.